سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، تبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المسلمين لشيخ الإسلام مصطفى الصابري عليه رحمة الله تعالى. نتذكر فيه سويا بعض ما جاء في هذا الكتاب، ونحاول سويا أن نقف على الظروف التي هيأت لأن يكون الوضع العلمي والفكري والاجتماعي على هذا النحو الذي نحياه الآن. الشيخ يوصف حالة التحول التي حدثت من اعتزاز الأمة بدينها، من إعلاء من شأن العلماء والشريعة وقيم الإسلام إلى حالة من الميوعة أو حالة من الفوضى أحدثت هذه الحالة التي نشهد آثارها الآن. فهذا الكتاب كتاب في الوعي قبل أن يكون كتابا في علم الكلام الجديد. طيب، احنا قلنا المرة اللي فاتت انه الشيخ اتكلم عن او وصف بعض المشايخ بان هم بينكروا المعجزات، واحنا قلنا انه لا يتصور ان ينكر بعض المشايخ المنتسبين للازهر المعجزات، ولكن معنى كلام الشيخ فيما افهم او من باب إحسان الظن إنه يكون المعنى أن يكون هؤلاء العلماء قد أولوا المعجزات بطريقة تخرج عن قانون التأويل، وإذا خرج التأويل عن قانون التأويل صار إنكارا أو تحريفا. فهؤلاء العلماء أخطأوا في تطبيق قانون التأويل. يعني الدين بتاعنا فيه تأويل، يعني فيه نصوص تفهم على ظاهرها وفيه نصوص ينبغي تأويلها، خلاص كده. ايه هي حدود التأويل وشروطه؟ العلماء وضعوا شروط وحدود، خلاص كده. فهؤلاء العلماء الذين أولوا المعجزات أخطأوا في إعمال قانون التأويل، وإذا أخطأ الشخص في إعمال قانون التأويل أو قواعد التأويل يبقى كلامه يعتبر إيه؟ تحريفات للدين، لأن الكلام إذا أول فهو من الدين، إذا أول وفقا لقواعد التأويل فهو من الدين، وهذا هو الفهم الصحيح لهذا النص. طيب إذا أول بغير قانون التأويل يبقى ده تحريف للنص أو إنكار للنص، واضح كده؟ فحضراتكم لما هنا الشيخ يقول ان بعض المشايخ انكروا المعجزات، ما تتصورش ان الشيخ طلع وقال ما فيش معجزة اسمها كذا، لا، يعني لا يظن بعالم من علماء الشريعة انه يعمل كذا، ولكنه علشان يقرب الاسلام من العقول الحديثة، علشان يقرب الاسلام من الغربيين، علشان يخلي المعجزات حاجات ماشية مع قوانين الطبيعة، فبيحاول يعمل ايه؟ حاول يقرب للناس مفهوم المعجزة. فلما يجي الشيخ مصطفى صابري يقرأ هذا الكلام يجده تأويل للمعجزة بطريقة خارجة عن قانون التأويل.
أو تأويل المعجزة بطريقة تجعلها غير معجزة. إن هو ما معنى أنها معجزة؟ أنها خارق قوانين الطبيعة، خارقة للعادة. فحضرتك هتخليها لي مش خارقة للعادة، ما أصبحتش معجزة. إذن هكذا ينبغي أن نفهم كلام الشيخ والله أعلم. كنا وقفنا عن صفحة 25 قوله في معجزات الأنبياء، مش كده؟ يلا تفضل يا فندم. فمعجزات الأنبياء المعدودة من الخوارق التي تستند إليها نبوءاتهم غير معترف بها عند المبرزين من العلماء الذين اتخذتهم أسرة حديثة أئمة الدين مثل الشيخ محمد عبدوك والشيخ رشيد رضا والشيخ الأكبر المرابي، واقتدى بهم الكتاب من كبار المؤلفين مثل الدكتور هيك الباشا والأستاذ فريد وهبي بيك والأستاذ فريد وهبي بيك الذي يعد آيات الذي يعد 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 الذي يعد آيات المعجزات من آيات البعث بعد الموت أيضا من المشابهات غير المحكمات إلى صورهم مثل الدكتور توفيق الطبيب. في حاجة هنا، إيه هو المتشابه وإيه هو المحكم؟ المتشابه هو غير واضح المعنى ببساطة، المحكم هو واضح الدلالة أو واضح المعنى. إذا قلنا البعث بعد الموت محكم ولا متشابه؟ قد يكون متشابها وقد يكون محكما. يعني إذا قلت لي من حيث الألفاظ المعنى توجد حياة بعد الموت، ده محكم، خلاص كده. كيف تكون الحياة بعد الموت؟ إيه هي تفاصيل فعل الله في هذا؟ ده متشابه، واضح كده. طيب يبقى بهذا المعنى الذي قلناه كل آيات الغيبيات السمعيات كلها من المتشابه، بمعنى ان احنا لا ندري كيفية عمل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. هندخل فيها صفات الله تعالى، يعني من المتشابهات بهذا المعنى كيفية اتصاف الله بهذه الصفات، بمعنى ايه؟ العلم بالتفاصيل. طيب لو اتكلمنا على اللغة، الكلام ده العقل فهمه، يعني له معاني واضحة في العقل، نعم، يبقى هو من هذه الوجهة محكم، فاهم يعني؟ واظن ده لحضراتكم. ليه انا بقول التفصيل دوت؟ لان حضراتكم هتلاقوا بعض اساتذتنا بيقولوا انه كل الايات المتعلقة بصفات الله وعالم الغيب هي من المتشابهات، بالمعنى الصحيح اللي احنا قلنا عليه ده، بمعنى انه خارج حدود المدركات الحسية للإنسان، وكل ما هو خارج قدرة الإنسان على الإدراك هو متشابه، تمام كده؟ المدركات الحسية للإنسان وكل ما هو خارج حدود الإدراك الإنساني فهو متشابه بهذا المعنى. لكن لما نيجي نقول ثاني من حيث الألفاظ، لما ربنا يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لو تعاملنا مع ألفاظ، هل هذه الألفاظ لها معاني واضحة ولا لا؟ إيه معناها الذي أما المعنى الذي تنطق به هذه الآيات؟ أن الذي خلق هو الذي سيعيد، مش كده؟ هل هذا المعنى في اللغة مفهوم ولا محتاج شرح؟ مفهوم من حيث اللغة، من حيث الألفاظ، فهي من هذه الوجهة محكمة، يعني واضحة المعنى، واضحة الدلالة، تمام كده؟ طيب فإذا كان، ليه بقى بنقول التفصيل ده برضو؟ يبقى احنا قلنا بنقول التفصيل دوت لسبب، وهو انه هتجد وبعض اساتذتنا في كتبهم، كتب علم القرآن والعقائد وغيرها، بيقول انه هذه الآيات كلها من المتشابهات، لكن بأي معنى؟ مش بالمعنى الأصولي،
ولكن بمعنى ماذا؟ أنها خارج إدراك الإنسان أو خارج قدرة الإنسان على الإدراك. ليه بنقول كده كمان؟ لسبب آخر، وهو إنه إذا كان مراد هذا الكاتب اللي الشيخ بينتقده هذا المعنى الصحيح، يبقى انتقاد الشيخ مصطفى صدري له في غير محله. إذا كان مراد الكاتب الذي ينتقد الشيخ مصطفى صدري والمعنى الثاني إنه آيات البعث والموت وكذا ليست لها دلالات واضحة في اللغة، يبقى الشيخ عنده حق في الانتقاد. وحضرتك كده هتبدأ تعمل إيه؟ ترجع إلى كلام المنتقد وتحاول فهمه خارج نقد الشيخ مصطفى صدري عشان تكون منصف، عشان تكون إيه؟ تكون منصف بأي معنى قال إنه من المتشابهات. فهمنا دي يا أخوانا؟ احتمال لكنها هنا الشيخ بينتقدهم، عشان كده بقول لك المعنى ده، عشان لما هنا يقول لك انه بل آيات البعث أيضا من المتشابهات غير المحكمات، الشيخ هنا بيقول الكلام ده ليه؟ عشان هينتقدهم في هذا القول ويعتبر أن اعتبارهم لآيات البعث بعد الموت من المتشابهات من إنكار هذه الآيات. لو هم بينشروها كلغة إيه؟ لو بينشروها كلغة مش كخارج الإدراك، مش ما أنا عشان كده بقول لك أهو أن هذا الكلام هنشوفه هنقراه خارج قراءة الشيخ مصطفى صدري، وهنقول إذا كان مرادهم المعنى الأول يبقى عندهم حق، إذا كان مرادهم المعنى الثاني يبقى انتقاد الشيخ مصطفى صدري اليوم هو الأحق. فهمنا إزاي؟ وقد يكون كلامهم محتمل، يعني حضرتك ممكن تقرأ الكلام فتقولي والله مش باين من الكلام أي معنى. طيب أنا واجبي كمسلم بقى أعمل إيه لما أشوف كده إنه مش باين من الكلام هم يقصدون أنها من المتشابه بأي معنى؟ يبقى أحمل كلامهم على أصل الإسلام، دول مسلمين والأصل فيهم أن هم مقرين بنصوص القرآن والسنة، فلا يتصور منهم نقض الإسلام. لكن في نفس الوقت هم قالوا عبارات تكون موضع تهمة، وهم كمسلمين كان يجب عليهم أنهم يوضحوا مرادهم عشان العلمانيين والملحدين والكفرة ما ياخدوهاش تكأة فيطعنوا في الدين، فهم ايه ملامون من جانب ايضا كده المنهج العلمي كده. ماشي تفضلي. بل آيات البعث بعد الموت أيضا من المتشابهات غير المحكمات إلى صغارهم كالدكتور توفيق الطويل القائد في الذي تنبؤ بالغيب عند مفكري الإسلام رأي ابن خلدون يخالف اتجاه الحديث الذي ينكر الكرامات وخوارق العادات والأول المعجزات. لاحظوا هنا جاب كلام مين؟ توفيق الطويل، والدكتور توفيق الطويل من المشتغلين بالفلسفة، يعني هو رجل معروف بالاشتغال بالفلسفة. فواحد زي ده خد كلام الشيخ محمد عبده وكلام رشيد رضا وكلام المراغي وراح مجود بقى من عنده. ليه؟ لأن هم حضراتهم قالوا كلام إيه يحتمل المعنى إيه، تمام كده. لكن الشيخ هنا لاحظوا ما جابش كلام محمد عبده، ما جابش كلام محمد عبد ولا جاب كلام رشيد رضا، انه لا يتصور لهؤلاء الناس ان ينكروا المعجزات ولا ان يقولوا انه امور البعث من المتشابهات بالمعنى السيء. واضح كده؟ ماشي. رأي ابن خلدون يخالف اتجاه الحديث الذي ينكر الكرامات وخوارق العادات ويقول المعجزات بحيث تبدو متفقه مع منطق العقل متمشيه مع سنه الكون المسيره لطبيعه الاشياء، مع ان المعجزه المؤوله بما يتمشى مع سنه الكون لا تعود معجزه
فتأويلها به واعتبارها بدون تأويل غير متفقة يعني تأويل المعجزة بحيث تمشي مع قوانين الطبيعة إخراج للمعجزة عن حقيقتها. حقيقة المعجزة هي خرق قوانين الطبيعة. هتقول المعجزة ماشية مع قوانين الطبيعة، يبقى أنت كده بتنكر كونها معجزة، أو تقول إنه مفيش معجزة. طيب؟ ثم إن نبوءات الأنبياء تنهار بانهيار المعجزات اشتراكين فعلية المخالفة بسنة الكون. ولذا جاء تعريف الشيخ محمد عبد النبي كما يأتي نصه في الباب الثالث من هذا الكتاب قاليا من خصائص النبوة المعروفة مثل الوحي والملك والملك المرسل والكتاب المنزل والمعجزة. والنبوءة المنكرة تتحول في لسان اتجاه الحديث إلى مقالية، فيعتبر أنها ما خسرت من ميزتها. فهذه حالة مصر الحاضرة المسؤولة المكشوفة في عدم الاعتراف بوجود الأنبياء. أما عدم الاعتراف بوجود الله يعني بيحاولوا يفسروا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشريفة العالية على أنها مش لم تنبع من النبوة ولا من الوحي ولا من تربية الله له، ولكنها نبعت من عبقريته. نبعت من إيه؟ من عبقريته صلى الله عليه وسلم. فهو كان شخصية فذة، زي كده تولستوي، زي جيفارا، زي كده شخصية فلتة في التاريخ. فهترجع كل مواقفه صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى هذه الشخصية الفذة التي عركتها التجارب والأيام، صاحب العقل المعي والذكاء الخارق. فهم عايزين يقيسوا النبي على الشخصيات الفذة دي فيصفونه بالعبقرية صلى الله عليه وسلم. لكن برضو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية يحتمل أمرين. إذا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية بمعنى يقول إلى إنكار نبوته ونسبة أخلاقه إلى عبقريته وتجاربه وبيئته فقط، إذا أنت كده بتنكر النبوة. لكنك إذا قلت إن هو نبي ونبوته فوق عبقرية العباقرة أو مثل عبقرية من تقدسونه من العباقرة، فينبغي عليكم تقديس هذا النبي على الأقل زي العباقرة اللي أنتم بتقدسوه. يبقى من يطلق على النبي لفظ عبقري أيضا يسأل عن مراده، ماذا تريد بلفظ عبقرية محمد؟ هل تريد بهذا اللفظ مساواته صلى الله عليه وسلم بسائر العباقرة ونفي نبوته؟ لكفر. هل تريد أن تقول إنه عقله وتصرفاته وسياساته مثل من تقدسونهم أو فوق من تقدسونهم من العباقرة، فينبغي عليكم بالتالي أن تعاملوه حتى تكونوا متسقين كغيره ممن تقدسونهم؟ إذا كان معناه كده أنك عايز تقرب الناس من النبوة بالمدخل اللي هم بيفهموه، نقول لك ماشي جزاك الله خير، لكن لاحظ أنك لازم دايما تشير إلى أنه عبقريته لا تنفصل عن نبوته صلى الله عليه وسلم. فرد الأمور مش هناخدها كده. الأتراك ومنه الشيخ مصطفى صبري ناس حديين شوية، حديين يعني المناطق الرمادية دي لا يستطيعون رؤيتها أو مش متعودين على رؤيتها. المرونة دي موجودة عند مين؟ في المدرسة المصرية، عشان كده اليوم أحناف لا يقبلون إلى المذهب الحنفي، ماتريدية لا يقبلون إلى المذهب الماتريدي كده. انت عندك هتيجي في الازهر ما تعرفش في ايه بالظبط، احناف وشافعيه ومالكيه وحنابلة. حتى كان في واحد من الظرفاء من حوالي 3 ايام كان بيقول للناس ايه، لو رحت الهند هتلاقيهم احناف، لو رحت اندونيسيا هتلاقيهم شافعيه، وما حدش سالني عن مصر دي ام الدنيا. فكده فهتلاقي الازهر بيدرسوا العقائد النسفيه وهي عقيده ماتريديه، هتلاقيهم في نفس الوقت بيدرسوا الجوهره وهي عقيده اشعريه، هتلاقيهم بيدرسوا المذهب الحنبلي وليت الشريعة جنب المذهب الحنفي جنب المكي. فبرضو يعني قراءة هذا الكتاب مع استحضار طريقة الإخوة الأتراك في التفكير مهمة. طيب طبعا يعني لا نخفي أيضا أن تجارب الشيخ بتؤثر على حكمه أحيانا في بعض الأمور. هو عنده تجربة حادة مع العلمانيين في تركيا، طردوه من تركيا واضطهدوه وكذا، ثم غيرة شديدة على الدين، ف
هتخليه ايه بينفخ في الزبادي. برضو دي مهمة عشان ما نظلمش الشخصيات اللي هو بيذكرها. تفضلي. أما علم الاعتراف بوجود الله فله علامات أبرزها تصديق الأستاذ سليم يوسف به كما سبق نصوصه وتتكرر ذكره في هذا التابع من المتابعين الكثيرة، لأن في شرح التسليم نوادر من الكتاب والشعراء اتصل بالغرب وعلومه فوعوا بأنهم يقولوا تنبيهم مع سائر الأديان إلى عالم الأفاضل، فلم يلبسوا بكلمة بأن الأمر أكبر من أن يحاولوا، ولكنهم استنبطوا الإلحاد المتيقنين أنهم وفير أفكارهم كافة متى وصلوا إلى درجتهم العلمية. وهو اليوم وهم اليوم مشتغلون بتنسيئة الأذهان إلى قبول ما استنبطوه لفظا في مقالاتهم وقصائدهم، غير مصرحين به غير أمثاله. والأستاذ نفسه منهم وفي طبيعتهم، وإن كان لا ينسى تفريقه منهم بطريقة يتسع لها قانون الذات، حسبك ما ينادي به دستورا علميا يردده دائما في مجلة الأزهر التي يديرها ويستحذرها من غيرها. أسمحنا سيد واجدي، قلنا قبل كده أنه هو رأس تحرير مجلة الأزهر 19 سنة، يعني فوق 13 سنة وهو رئيس تحرير مجلة الأزهر. ويرأس تحريرها من 19 سنة، مع أن العلم لا يعتد بالمعاصي. هو ده الكلام بقى، مع أن العلم من أن العلم لا يعتد بالمعقول، لا يؤيده محسوس كخالق غير موجود وآخرة غير موجودة ونبوءة غير موجودة ووحي ومعجزة وبعث وحشر وحساب وثواب في الجنة وعذاب في النار، وكلها مما عده الأستاذ فرح حمصون منشئ مجلة الجامعة عند مناظرة الشيخ محمد عبده، وانطبق عليه دستور الأستاذ فريد والدي بيك العلمي غير منظورة ولا معقولة. طيب، يبقى احنا الآن لم نقف على نص فريد والدي، إنما هذا نقل الشيخ. وعلشان احنا ننتقد الأستاذ فريد وجدي ونتهم بهذه التهمة الخطيرة، علشان نكون منصفين لازم نقرأ نصه. طيب، فهو يقول ان العلم لا يعتد بمعقول لا يؤيده محسوس. فإذا كنت بتكلمني عن خالق لا أستطيع أن أراه في المعمل، إذا كنت بتكلمني عن غيب جنة ونار وملائكة وجن وأنا لا أستطيع أن أراهم بالميكروسكوب ولا التلسكوب، إذن هو في قانون العلم المعاصر غير موجود، لأن العلم المعاصر علم تجريبي لا يعترف إلا بالمحسوسات، حتى كلمة ساينس هذا معناها هو العلم التجريبي. فهل يقول الأستاذ فريد وجدي هذا وهو يعلي من شأن العلم ويؤيد هذا، ولا الرجل بيصف الواقع العلمي المعاصر؟ الظن به أنه يقول هذا وصفا للواقع لا إعلاء من شأن العلم، ونحتاج أيضا إلى قراءة نصه. طيب، وحسبك أيضا تعليل الأستاذ رئيس تحرير مجلة الأزهر الخارجي لما ينتظره من الغربيين المشتغلين بالبحوث النفسية، أنهم سيكتشفون وجود الله فيما يكتشفون، والجمهور من القراء يسرون بهذه المواعيد ولا يفهمون لما دس فيها الكاتب النابغة من أن وجود الله لم يثبت إلى الآن بالطريقة التي تقنع العلم توثيقا للسكور المذكور الآن. اهي الفقرة دي بتعرف حضراتكم طريقة التفكير كل من أستاذ محمد فريد وجدي وطريقة التفكير شيخ الإسلام مصطفى صبري. أستاذ محمد فريد وجدي رئيس تحرير مجلة الأزهر، الرجل ايه متدين يريد أن يقرب الدين لعقول أهل العصر، يقول لهم يا جماعة العلوم الحديثة لم تثبت وجود الله، وإنما سيكتشفون وجود الله عز وجل بعد ذلك. فالرجل يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يخاطب القراء بطريقة يفهمونها. شيخ الإسلام مصطفى صبري شايف أن الكلام ده خطير، شايف أنه ما يصحش أصلا هذا الكلام يقال. فده واحد غيور على الدين، فيريد ألا تذكر عبارات تطعن في الدين أو تشكك في الدين،
وده واحد غيور على الدين يرى أن الناس يخرجون من دين الله أفواجا فيريد أن يقرب لهم مفاهيم الدين وأن يخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها. طيب ونرى رعاية الأستاذ رعاية ويلاتنا في ضد ديانة تتخطى نفوق منبر الأزهر إلى ساحة الأدب فيكتب مقالة في مجلة الرسالة بعنوان التسليم في منظرة الشكوك والمجلة طبعها في صدرها يعلن فيها الكاتب أن الدين قد قضي عليه قضاء لا يرجى له البعث إلا من طريق استحضار الأرواح وهو أن الدين إن كان يعيش الآن فإنما يعيش في قلوب السذج من العامة فلا يحدث هذا الإعلان الذي ينعى الدين ويتضمن أشنع رعاية بثة ساكنا في مصر بين أوساط المتعلمين وكيف يحرك والناعي منذب الأزهري وممثله في عالم الصحافة. الناعي يعني الذي أعلن موت الدين هو ممثل الأزهر في الصحافة اللي هو مين؟ الأستاذ فريد وجدي. فيا خسارة البلاد التي تسعى للتخلص من استعمار الإنجليز وأفضل الاستعمار الغربي الذي أفسد الدين والأخلاق ولا شك في مجيء هذا الفساد مع الإنجليز. خذوا بالكم برضه عالم الصحافة له قوانين. عالم الصحافة له إيه قوانين؟ لما حضرتك تتعود كده تكتب مقالات يبقى أنت بتبحث عشان تقرأ عناوين المثيرة. وقد تفتتح المقالة بتاعتك بأحكام لا تتبناها وإنما عشان تجر الناس لكي يقرأوا ماذا ما كتبت من المقالة. فهتلاقي مثلا بعض الناس يكتب لك إيه لماذا أنا ملحد وتلاقيه بيتكلمش عن نفسه خالص. فالناس مثلا إيه يدخلوا المقالة كده الشيخ فلان ألحد لا حول ولا قوة إلا بالله وهتلاقيه في الآخر بيترجم لواحد كان ملحد مثلا وأسلم. فهو الصحافة لها أحكام وقد طبعا أنا ما بقولش إن ده صح يعني ما بقولش إن الطريقة دي صح لكن ينبغي مراعاتها وإحنا بنحكم على تصرفات الناس. فالشيخ محمد فريد وجدي رجل صحفي اشتغل بالصحافة فربما يصف لما يقول لك هنا الدين في معترك الشكوك ده عنوان مثير مش كده ولا إيه؟ الدين في معترك الشكوك عنوان يجذب القراء وعلم الصحافة دي طبيعته. ثم لما يقول الشيخ بعد ذلك انه الدين قضي عليه قضاء لا يرجى له البعث الا من طريق استحضار الارواح ما معنى هذا الكلام؟ اذا احسننا الظن بالشيخ ولم نحمل عليه يعني انا ده دوري ان احنا نفكر من زاوية اخرى غير الزاوية اللي بيفكر منها الشيخ مصطفى صبري. فاذا قلنا ما معنى هذا الكلام هنقول انه الشيخ يقصد انه الدين صار الان في مرمى الشكوك. الدين صار الان يقاس بالمقاييس التجريبية الحسية وانه كل ما لا يدخل تحت الحس فهو موضع شك الا اذا ثبت امكان الاتصال بعالم الغيب عن طريق استحضار الارواح فساعتها العلم هيقول لأنه ده سبب بطريق حسي فإحنا قعدنا مع الأرواح واتكلمنا مع الأرواح وسمعنا الأرواح فده حسي برضو يبقى إذن العلم ساعتها هيقول إنه في عالم خفي فساعتها يبقى الدين في نور بسيط يثبت إن الأديان دي يعني ممكن إيه يعني تبقى موجودة. فإذا وهو أن الدين إن كان يعيش الآن فإنما يعيش في قلوب السذج من العامة. الرجل قد أيضا يكون واصفا لواقع الدين إنه الدين موجود عند العوام الناس اللي تعلموا التعليم الغربي والمثقفين والمفكرين يعني هم ملحدين بالقوة أو بالفعل يعني هو ملحد بالفعل ده بيعلن إلحاده ملحد بالقوة تفكيره إلحادي وده واقع ولا ما كانش واقع ده واقع. ف ربما يقصد الشيخ أيضا فريد وجدي هذا المعنى. طيب فيا خسارة تفضلي. يعني محتاجين لأول تفكير يعني كلام يعني
طيب السؤال الأول كان إيه؟ لأن التكفير أمر خطير، التكفير أمر خطير، واللي احنا بندرسه في العقيدة الطحاوية انه لا يخرج المرء من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، طالما ما جحدش لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم يحمل كلامه على أحسن المحامل. فالتكفير أمر خطير. الأمر الثاني إن احنا ناس بندرس كلام الشيخ مصطفى صبري، وأنا مش مطلوب مني في هذه الجلسة إني أحط في دماغكم مواقف الشيخ مصطفى صبري، احنا بنقرأ الكلام ونستفيد منه، والاستفادة العظمى تكون بإن احنا ننظر لهذا الكلام الذي ينتقد الشيخ من زوايا متعددة. هذا السؤال الأول. السؤال انا جات لي فكرة ان احنا في المجموعة دي نبدأ نجيب كتاب السيرة النبوية بين الدين والفلسفة والعلم بتاع محمد فريد وجدي. هذا الكتاب نشر في مجلة الازهر على مجموعة مقالات على مقالات على فترات متعددة، ثم نشر بعد ذلك في كتاب واتباع قريبا في مكتبة الاسرة. يا ريت نجيب الكتاب دوت. ايه؟ السيرة النبوية بين الفلسفة والدين والعلم فيما اذكر، او في ضوء العلم والفلسفة، يعني انا مش متأكد من العنوان، او في ضوء العلم والفلسفة، يعني يا كده يا كده. الكتاب ده يا ريت ننزله وورد، او نجيبه بي دي اف ونكتبه وورد ونكتب هوامش عريض بتعليقات الشيخ مصطفى صبري، يعني الشيخ مصطفى صبري هيجيب العبارات من هذا الكتاب، فاحنا نجيب المواضع المنتقدة في هذا الكتاب مع تعليقات الشيخ مصطفى صبري، ثم بعد ذلك احنا نحاول نوازن بين ما يقوله محمد فريد وجدي وانتقاد الشيخ مصطفى صبري له، وهل يمكن ان يحمل كلام الشيخ فريد وجدي على محمل اخر ولا لا. يبقى احنا كده اظن هنبقى قدمنا خدمة للعلماء. ما هو ده المعنى، ما هو انت واحد لما بينكر المعجزة والنبوة اسمعناها ايه؟ كافر. لا هو الشيخ مصطفى صبري يعني بكر، لا ما ذكرش، بس ده اللي يلزم عن كلامه. ممكن يكون بس مجرد نقص بناء لو بينقد واحد مسلم اخطا في قول مثلا، او هو اخطا في اظهار فكره، او في نشر معتقد، او في نشر امر يخص المسلمين، هو بينقده نقد اللي هو نقد البناء اللي هو عايز بيه يوعي، يبقى في وعي للناس. ماشي، المعنى ده موجود، هو بيوعي هو وبيوعي الناس، لكن لما واحد ينكر النبوات او ينكر المعجزات هل يسمى مسلما؟ هو انا ليه اصلا اخش؟ هو انا بجاوب على سؤال الاخت. ايوه انا ما دخلتش، هي اللي دخلتني. فهو ايه السؤال كان احنا ليه محتاجين نأول كلام الشيخ محمد فريد وجدي على غير الفهم بتاع الشيخ مصطفى صبري؟ قلت لانه التكفير امر خطير، مش عايزين نسارع ليه، مش عايزين نفهم الكلام على هذه على هذا النحو. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني كان ايه؟ فكرة التقريب الدين من الناس بمعنى التقسيط، بمعنى انك تخاطب الناس بما يعقلون، تكلم الناس باللغة بتاعتهم، دي فكرة لا غبار عليها، وهي من الحكمة في الدعوة. خلاص كده. بعض الناس لما يطبق ده بايه بيزودها شوية، فبيخرج عن ما يجب ان يلتزم، ويخرج عن الثوابت، خاصة اذا كان التيار الحديث قوي،
وخاصة إذا كان الواحد عنده شعور بالانهزام الحضاري، وخاصة إذا كان الواحد دوت شايف إن الحضارة الغربية هتغزو، فلازم نلحق بسرعة نحفظ عقول الناس من ترك الدين بالكلية. هو كان التيار ده، تيار الشيخ محمد عبده، عنده الإحساس ده، انبهار بالغرب، انهزام حضاري، التخلف اللي موجود بينسبوه كله لطريقة التعليم اللي كانت موجودة في الأزهر وطريقة تقديم الدين و وبالتالي لازم نقدم الدين بطريقة حديثة. الطريقة الحديثة دي هنعملها ازاي؟ يعني هو الغرض شريف لكن الطريقة أخطأوا فيها. ليه؟ لأن هم قدموا الدين وقربوا الدين من الناس بطريقة تقول إلى إنكار بعض صلابة الدين. جاوبنا ولا ما جاوبناش؟ يعني الدين محتاج ان احنا ندعو اليه الناس بالطريقة التي يفهمونها، لكن انا وانا بعمل كده لا ينبغي اني اتنازل عن ثوابت الدين بحجة اني بسهل الدين من الناس. يعني مش هينفع اروح لحد اقول له ايه تعالى صلي ونخليهم لك 3 مرات في اليوم، لا هو 5، انت مش قادر تصلي الـ5 اقول لك اسلم وصلي 3 بس، لكن تبقى عارف ان هم 5 عمرهم ما يكونوا 3. انت معايا ازاي؟ فهو الطريقة التي اتخذوها او الفكرة اللي هم اشتغلوا عليها فكرة صحيحة، لكنهم طبقوها في بعض التطبيقات تطبيقات خاطئة. خلاص كده؟ طيب، السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة. موجود ورد؟ طب كويس. ماشي. وكان يخطر بالبالي أن يكون هؤلاء المثقفون ومعهم السلف الأزهري ينكرون معجزات الأنبياء إلى معجزة القرآن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أن يكون إعجازه أيضا غير مفهوم منذ أزمنة طويلة في الخلف، كما صرح به الأستاذ الأكبر المراغي في مقالة نشرها في الفترة المتخللة بين مشايخه الأولى والثانية على صفحات السياسة الأسبوعية والأهرام، وقال فيها: وقد انقضى عهد الذين أدركوا الإعجاز من طريق الدرس وآمنوا بالقرآن بسبب هذا الإدراك، ونحن الآن نقيم على الإعجاز أدلة عقلية ونقول أنه تحدى العرب وأنه معجز، وهذا يدل على أنه بعند الله. فيرد عليه أولا لماذا لا يعترف هذا الشيخ بإعجاز القرآن حالا وبنفوذ وهو شيخ أكبر عقل الدنيا والعربية، الذي يستوجب أن يكون فهمه للعربية وللقرآن أكثر من غيره، لماذا لا يعترف بإعجازه حالا فيشيره على الماضي؟ فهو الذي أعجز العرب القدماء لا يعجز العرب الحاضرين؟ ازاي الشيخ مصطفى الصبري بيفكر ان انت كشيخ اكبر كلامك هذا يعني عند جمهور المثقفين انه اعجاز القرآن دي فكرة خيالية لا يمكن التحقق منها، وان احنا كمثقفين لا يمكن ان نؤمن بحاجة لا نستطيع التحقق منها، فنحن في حل من الايمان بالقرآن او بانه نص معجز. الشيخ مصطفى وهو بيكتب هذا النقد باصص لمآلات الكلام. الشيخ المراغي وهو بيكتب هذا الكلام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنه أهل اللغة الذين يدركون إعجاز القرآن عجزوا عن معارضة القرآن، وإذا ثبت أن هؤلاء قد عجزوا فيلزم عجز من دونهم، فيلزمنا إحنا نحن من لا يدرك إعجاز القرآن أن نقر بعجزنا عن معارضة القرآن أو أن نقر بإعجاز القرآن من باب أولى. المعنى اللي ذكره معنى إيه؟ متفق عليه وإن كان
قد يفهم منه معنى يطعن في إعجاز القرآن. تاني، ماذا يريد الشيخ المراغي بهذه العبارة؟ يريد أن يقول إنه أهل اللغة راح، وإن إحنا مهما تعلمنا اللغة إلا هيحصل لن نكون كهؤلاء العرب الأوائل، وقد ثبت عجز هؤلاء أهل اللسان عن معارضة القرآن، وأنهم عجزوا عن معارضة القرآن، فإذا القرآن معجز، وإذا ثبت أنه معجز لهم فهو من باب أولى معجز لنا. فالرجل لا ينكر إعجاز القرآن، وإنما يقول إنه معجز لنا من باب أولى. الشيخ مصطفى صبري أرى في الكلام زاوية تانية خالص، في ظل الواقع اللبش اللي الأمة بتعيشه. قال أيوة، هذا الكلام وإن كان صحيحا فمعناه إنه هيتقال لك يا عم الشيخ إنه إذا كان القرآن نحن المعاصرون لا نستطيع إعجازه ولا نستطيع أن نتحقق منه، فنحن في حل من الإيمان به. شوفوا لو قلت كلام الشيخ صف صف متعليكم عليه أقول الشيخ صف صف عنه حق، فأنا كده فيه ودواتي كده لو قلت بوحدي لو حد شرحه لنا وتقول فاكده وراء فدواتي دي حاجة تانية خالص. عشان كده بقول لحضراتكم اعرفوا ان احنا بنقرأ بعض النصوص من خلال فهم الشيخ مصطفى صبري لها، وهذا الفهم لا يلزمنا كله بالضرورة، قد نوافقه وقد نخالفه. ممكن تكون سمة غريبة تكون لك تعالى أو تكون كذا تكون إلى بس زي ما هو أنا عملت محكم على خلاصات وحكم محكم ده تعلموه تفرق عليه مش إذا لقوا أنا مو نعم بالتالي مش كمان كذا شوفه مع من خلال حكم شيخ على شيخ. لا بصي، هو إحنا عندنا فهم الشيخ مصطفى صبري لا غبار عليه، يعني الشيخ مصطفى صبري راجل نافذ العقل ويقرأ ما وراء السطور، وهو ذكي لدرجة انه يعرف الكلام هيودي فين كويس. لكن واجبنا احنا ان احنا نحاول نحط نفسنا مكان الشيخ المراغي، مع اعتبار انه رجل مسلم عاقل لا يريد الطعن في الدين. فاحنا بنسأل نفسنا ايه المعنى المحتمل الذي يمكن ان يفهم عليه، المعنى المحتمل الصحيح الذي يمكن يفهم عليه كلام الشيخ، في ظل إنه شيخ الأزهر، في ظل إنه رجل مسلم، في ظل إنه لم يعرف عنه الكفر بالإسلام، معايا إزاي؟ فهو الشيخ المراغي من تيار يريد أن يقرب مفاهيم الإسلام من عقول أهل العصر، فبيدخل لهم مداخل معينة لم يعتد عليها الشيخ مصطفى صبري ربما. تمام كده؟ الشيخ مصطفى صبري لما بينقضوا لماذا؟ لأن هذا الكلام سيكون له مآلات خطيرة، لكن الكلام في نفسه يمكن أن يحمل على محامل حسنة، وبالتالي إذا كان يمكن أن يحمل على محامل حسنة لا نستطيع أن نكفر من يقول ذلك. هذا خطير طبعا، هذا خطير. طيب، فيرد عليه أولا تاني بعد إذنك. فيرد عليه أولا، لماذا لا يعترف هذا الشيخ بإعجاز القرآن حالا وبنفوذه في نفسه؟ ليه يا أخوانا أنا بعمل معاكم كده وإحنا بنقرأ هذا المجلس؟ لأنه هذا الكتاب بيقرأه بعض إخواننا الأزاهرة مع بعض طلابهم، وبيخرجوا بعد قراءتهم لهذا الكتاب بيعتبروا ان كل شر موجود في الامه ساوى الشيخ محمد عبده والشيخ المراد، وكل الحراف في الدين ساوى الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشيخ محمد عبده.
فيبقى عدائهم شديد جدا للناس دولت دون اعتبار أصل الإسلام، دون اعتبار إن هم حاولوا الدفاع عن الإسلام، فيبقى فيه تطرف شديد جدا تجاه المشايخ دول. إحنا مش عايزين كده، وأنا أرى أن هذا موقف متطرف في التعامل مع هؤلاء المشايخ، وإن كانوا أخطأوا في بعض الأمور، لدرجة أن في واحد منهم من المشايخ اللي كانوا مش راضيين عن اتجاه الشيخ محمد عبده، شيخ سوداني، أنا في كتاب اسمه بلايا بوزة، بلايا بوزة. مين بوزة؟ الشيخ محمد عبده. وكلمة بوزة دي كلمة قبيحة، كلمة في اللغة العربية، كلمة قبيحة. انتوا الكتاب هتلاقوا موجود على الانترنت، الكتاب ده بيقرأه بعض الناس ويجوا يقرأوا كلام شيخ الإسلام مصطفى صبري، فيبدأ ايه عندهم عداء شديد مع المشايخ دول. فيعني انا مش شايف ان ده موقف صحيح. اتفضلي. مش بالضروره ان احنا نتبنى كل اراء الشيخ مصطفى صبري. الشيخ الاسلام مصطفى صبري هو شيخ الاسلام، وهو راجل من العقول الفذه، والكتاب كتاب القرن العشرين زي ما الشيخ فتح ابو غده قال. لكن احنا واجبنا ايضا ان احنا ما نغمضش عيننا نمشي ورا الشيخ مصطفى صبري، والا ايه فايده ان احنا نقعد المجلس ده ما نقرا لوحدنا؟ يعني خلاص حضراتكم الكتاب باللغه العربيه، وحضراتكم ناس من اهل يعني بتفهموا اللغه العربيه، فاقعدوا قروا لوحدكم، اللي نتعب نفسنا ونعمل له مجلس؟ فهو الفايده ان احنا نوسع الافاق، فمش من واجبنا ان احنا نقرا الكتاب ونقعد نقول امين 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 على كل كلمه يقولها الشيخ. انا شايف انه ده موقف مش مظبوط. طيب هيرد عليه اولا لماذا لا يعترف هذا الشيخ باعجاز القران حالا وبنفوذه السياسي، وهو شايف اكبر واكبر ان عقل الدينيات والعربيات الذي يستوجب ان يكون فهمه للعربيات وللقران اكثر من غيره، لماذا لا يعترف باعجازه حالا فيحيله على الماضي؟ فهل هو الذي اعجز العرب القدماء لا يعجز العرب الحاضرين؟ ويرد عليه ثانيا أن مسألة إعجاز القرآن على هذا ستقوم على أدلة عقلية أيضا، وإنما تنقلب مسألة تاريخية وتقدر قوة ثبوتها بقدر قوة ثبوت المسائل التاريخية. ده برضو معلم مهم جدا لعرفك الفرق بين المدرستين، مدرسة الشيخ الإسلام مصطفى صبري ومدرسة الشيخ المراضي. مدرسة الشيخ مصطفى صبري مدرسة التدقيق في الألفاظ، يعني هتقول لي كلام قوله كلام محدد يفهم منه معنى محدد ما يكونش مختمل للألفاظ، مش أكثر من معنى. مدرسة الشيخ المراغي إن هم بيكتبوا في الصحافة وعايزين يكلموا الناس بلغتهم، فبيكتبوا بمعاني فضفاضة. وده أيضا الفرق بين مدرستي التراث، مدرسة الأزهرية التراثية اللي فيها الحواشي وفيها المتون وفيها التقريرات تدقيق في الألفاظ ومعانيها، ومدرسة الخروج عن التراث مدرسة الشيخ محمد عبده وصياغة الكتب صياغة جديدة وكذا، فلازم نقرب هذه الكتب من إيه؟ من طريقة أهل العصر في التفكير. هذه المدرسة لها فائدة وهذه المدرسة لها فائدة، وإن كانت المدرسة التراثية أثبت علميا، المدرسة الثانية مدرسة تقريب التراث من الناس وصياغة الكتب صياغة جديدة و أكثر فائدة في الناحية الدعوية. فاللي عايز يشتغل في الدعوة هنقول نقرأ كتب المدرسة دي، اللي عايز يشتغل في العلم هنقول له مالكش غير كتب التراث، دي مفيدة ودي مفيدة، واضح كده؟ فمدرسة الشيخ مصطفى صبري التي اعتاد عليها وتعلم من خلالها هي مدرسة التدقيق في الألفاظ. فما ينفعش يا مولانا تقول لي هنا هذه العبارة التي فيها ونحن الآن نقيم على الإعجاز أدلة عقلية ونقول إنه تحدى العرب وأنهم عجزوا وهذا يدل على أنه من عند الله. الكلام ده معناه إن حضرتك ما عندكش أدلة عقلية على إعجاز القرآن، وهذا لا يليق ولا يصح إنك تقوله، هذا يشكك الناس في إعجاز القرآن.
الشيخ هنا بيكلم مين؟ بيكلم ناس عايز يقولهم الشيخ ايه؟ ان احنا في عصر واحد وابناء ثقافة واحدة، لكن هذا لا يمنع ان نؤمن جميعا بالقرآن وان كنا لا ندرك اعجازه. طب ازاي هنؤمن به وان كنا لا ندرك اعجازه؟ لانه اعجز القدماء اللي هم كانوا اثبت منا في اللغة، فنحن اعجز. تفضل. ويرد عليه ثانيا، ويرد عليه ثانيا ان مسألة اجاز القرآن عن هذا لتقوم على أدلة عقلية ايضا، وانما تنقلب مسألة تاريخية وتقدر قوة ثبوتها بقدر قوة ثبوت المسائل التاريخية، ومثلها مسألة معجزة الانبياء المطلقة. فلماذا اذا يعترف بمعجزة القرآن ولا يعترف بغيرها من المعجزات؟ ولا محل لاستضعاف التاريخ في تلك المعجزات لتأييدها بتصديق القرآن المنقول إلينا تواترا والمسلم إعجازه متحديا للعرب الماضين. ولا محل لاستضعاف التاريخ، يعني ايه؟ يعني تضعيف الروايات التاريخية، تضعيف الروايات التاريخية، استضعاف طلب ضعف كده في تلك المعجزات لتأييدها بتصديق القرآن. يعني القرآن أشار إلى معجزة الإسراء والمعراج، لكن تفاصيل الرحلة كانت فين؟ في الروايات، في السنة، مش كده؟ فهو هنا بيقول إيه؟ ولا محل لاستضعاف التاريخ في تلك المعجزات تأييدها بتصديق القرآن المنقول إليه تواترا والمسلم إعجازه متحديا للعرب المعجم. ماشي؟ ومعنى إعجاز القرآن على قول معالي تلك الباشا رجل المعارف السابقا ورئيس مجلس الشيوخ حالا أنه معجزة عقلية إنسانية بلغت أسمى ما يستطيع الإنسان أن يبلغ. قالت في حياة محمد ما طغى بين الإنسانية، فحياة محمد الحياة الإنسانية بلغت أسمى ما يستطيع الإنسان أن يبلغ. وقد كان حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه، حتى كان لا يرضى أن ينسب إليه معجزة غير القرآن ويصارف أصحابه بذلك. وقلنا عند الكلام عن قصة شق الصدري إن ما يدعو المستشرقين والمذكرين من المسلمين إلى هذا الموقف من هذا الحدث أن حياة محمد كلها حياة إنسانية ثانية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك. وقلنا عند الكلام عن قصة شخص الصدري إن ما يدعو المستشرقين والمفكرين من المسلمين إلى هذا الموقف من هذا الحادث أن حياة محمد كلها حياة إنسانية ثانية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارج، وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين فعلا حين ينكرون من حياة النبي العربي كلها ما لا يدخل في معروف العقل. وهذا القول من معاليه يستهدف انتقادات كثيرة نحصيها إن شاء الله في الباب الثالث من هذا الكتاب، ونقتصر هنا على القول بأن خلاصته تنزيل إعجاز القرآن الذي أتى به وكان أكبر وقائع حياته المقيدة بأنها حياة إنسانية لم يدخلها خارقة من الخوارق إلى استطاعة إنسانية، وإن كانت أسمى ما يستطيع الإنسان. يقين أن القرآن نفسه يصرح بأنه فوق صفاعة البشر وأنه كلام الله. وهل يظن معالي باشا أن القرآن الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يأتي بمثله مجتمعي استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي به من عنده أن تتيانه به من عند الله على أنه كلام الله؟ فهذا ما لا يدخل عند الباشا في معروف العقل، وأنه يكون القرآن على هذا التقدير من الخوارق التي يمكنها معاليه، ولا يراها جديرة بأن يلجأ إليها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال إن كل معجزة ينبغي أن تكون داخلة في حكم العقل أو داخلة في قدرة العقل على التصديق أو الفهم، فكونوا بيقول إن القرآن هو المعجزة الوحيدة، فهذا معناه إن القرآن بما إنه معجزة لا يدخل تحت قدرة العقل على الفهم، فهو ألزمه هنا الشيخ بماذا؟ بمعنى فاسد، إنه إذا كان
تاني، إذا كان هيكل باشا يقول إن المعجزة ينبغي، أو هذه المعجزات الحسية التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون متمشية مع فهم العقل، ثم قوله بعد ذلك إن القرآن معجزة أو هو المعجزة، فإذن القرآن لا يتماشى مع ماذا؟ مع الإدراك العقلي. طيب، فهذا ما لا يدخل عند البشر في معروف العقل، وأنه يكون القرآن هذا التقدير من الخوارق التي ينكرها معالي. فإذا كان لا يدخل تحت حكم العقل، وهو سبق منه قبل ذلك أنه ينكر الخوارق التي لا تدخل تحت حكم العقل، فإذا هو ينكر أن القرآن خارق أو معجزة، ألزمه الشيخ مصطفى بهذا. طيب، أما قوله حكاية عنه بعد تنبيه على أنه بشر مثلهم يوحى إليه، فكنت قلت أنه جار على قلم علي يرسل من خير فيه في نظم الآيات الآية القرآنية ويحتمي به عند اللزوم في ضمن قانون الدهر. يعني هو هنا بيقول لك ايه، حريصا على ان يقدر المسلمون انه بشر مثلهم، كلمة يوحى اليه انقذت الشيخ، انقذت هيكل في كتابه حياة محمد، ان طالما هو بشر ويوحى اليه فهو يقر بالوحي، طالما يقر بالوحي يقر بالنبوة ويقر بالمعجزة. فهنا الشيخ الشيخ مصطفى الصبري قال إن هو بيساير الآية ولا يقصد هذا اللفظ. طيب، فقد كنت قلت إنه جاري ضمن قانون الدس، يعني هو بيعتبر إنه إيه، بيتحايل عشان ما حدش يقول له أنت حقيقة لا تؤمن بالنبوة. فقد كنت قلت أنه جاري على قلم علي رسالة يسير فيه في نظم الآية القرآنية ويهتم بها عند لزوم قانون الدهر، إذ لو لم نقل هكذا كان ذلك القول من حيث خروجا عن سلوك معروف العقل، ومن النحي عنه لجوءا إلى ما لجأ إليه من تلقاه من أصحاب الخوارج، وكلاهما ما لا يرضاه الداخل، فلا محل لاحتمال كونه جادا في الاعتراف بالوحي لأنه متناقض مع سعيه لتنزيه صلى الله عليه وسلم من الخوارق. يعني عند الشيخ مصطفى هنا في تلازم بين إثبات الخوارق والنبوة، ده معنى صحيح، النبوة لا تكون نبوة إلا بفعل خارق للعادة اسمه المعجزة، يعني كلام الشيخ صحيح لا غبار عليه. هنا بقى الشيخ بيقول إيه، إنه إذا كان هذا التيار لمنه هيكل يريد أن يرفع عن نبوء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق، ويريد أن يقول إن هذه الخوارق ليست خوارق، فهذا معناه إنكار النبوء. تمام كده؟ ماشي. كنت قلت هكذا، يعني هنقول للشيخ هنا كأنه بيقول كأنه يعني بيسأل سؤال وبيجاوب، ليه يا عم الشيخ أنا ما اعتبرتش كلمة يوحى إليه مع أنها واضحة في إثباته للنبوات؟ هيقول لك لأنه ينكر الخوارق، وإنكاره الخوارق يعني إنكار النبوات، فهو متناقض، فلذلك لا يمكن حمل كلمة يوحى إليه هنا على معناها الصحيح، وإنما هو مسايرة للآية، يعني هو تفنن في الكلام، يعني الآية قالت بشر يوحى إلي فهو كمان قال بشر يوحى إليه دون أن يعتقد حقيقة الكلام. تمام كده؟ وكان الأستاذ فريدا في البيت، وهو من غلاة منكر المعجزات بدعوى أنها مخالفة للعقل والسنة الكوني كما دعا هيك الباشا، حتى إن الأستاذ فريد ينكر البعث بعد الموت لسبب نفسه،
كان هذا الأستاذ أنكر إعجاز القرآن بألفاظه ومبانيه في مقالاته التي كتبها دفاعا عن فتنة ترجمة القرآن المترجم في تركيا المنقلبة، قائلا إنه لم يتحدى أحدا ببلاغته، وإنما تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله في حكمته وشريعته. هذا الكلام غير صحيح. القرآن إعجاز، وفي الأصل إعجاز بياني، إعجاز بياني وليس إعجازا تشريعيا. يعني التشريع أو العلم، الإعجاز العلمي أو أي نوع هتخرجه من القرآن هو إعجاز بياني في الأصل، أو ناتج عن الإعجاز البياني. لأنه لو قلنا الإعجاز العلمي على سبيل المثال، إيه هو الإعجاز العلمي؟ هو تعبير القرآن بألفاظ معينة أثبت العلم بعد ذلك دقة هذه الألفاظ، فهو في الآخر إعجاز إيه؟ بيان. فكل أنواع الإعجاز لما القرآن يعبر عن تشريعاته بألفاظ معينة مختصرة دقيقة تحتمل معاني كثيرة، فهو إعجاز إيه؟ بيان. فكل أنواع الإعجاز راجعة من الإعجاز البياني. فإعجاز القرآن أصلا إعجاز في نظمه، في بيانه، في أسلوبه، في تراكيبه، ده الأصل في الإعجاز. هتيجي أنت بقى تقول لي إن الإعجاز يكون إعجاز تشريعي فقط وتقطع عن أصله البياني، يبقى أنت كده هتعمل إيه؟ اللي قال كده ليه قال كده الأول؟ يعني ليه الأستاذ فريد وجدي قال ذلك؟ لأنه هذا هو الوجه الذي يمكن لأهل العصر أن يدركوه. هتيجي تقول للناس يا جماعة شوفوا عدالة تشريع الإسلام في المواريث، شوفوا عدالة تشريع الإسلام في العدة والطلاق، شوفوا عدالة تشريع الإسلام في القصاص والحدود. دي حاجات ممكن يفهمها أهل العصر، لكن هتيجي تكلم الناس عن إعجاز القرآن البياني بعيد شوي. فهو غالى، غالى في ماذا؟ في قطع الصلة بين الإعجاز التشريعي والإعجاز البياني. هذا الكلام غير صحيح. إعجاز القرآن بياني، وينتج عن هذا الإعجاز كل أنواع الإعجاز الأخرى. مع أن الأستاذ يعترف أن الأمم الإسلامية لم تعجبهم شريعة القرآن، فاستبدلوا بها شرائع الغرب قبل استبدالهم ألفاظا أعجمية لألفاظه ومبانيه. والأستاذ الذي ناصرهم في تبديل ألفاظه لم يؤاخذهم يومئذ على تبديل شريعته. فمنكر المعجزات كما يفرقون بين الكتاب والسنة، فيعولون على الكتاب ولا يعولون على السنة توسلا. يعني يفرقون بين الكتاب والسنة، يعني يقولون نؤمن بالكتاب ولا نؤمن بالسنة، فكأنهم فرقوا بينهما في الإيمان. فيعولون على الكتاب ولا يعولون على السنة توسلا إلى إنكار أحاديث المعجزات. أصل أحاديث المعجزات واضح، يعني الإسراء والمعراج واضح تفاصيل لا يمكن انك تنكرها. لكن لما القرآن يذكر لفظة المعراج، دي ممكن تأولها بقى ومعاني اللغة كتير. فساعتها لما نيجي نقول لك السنة شارحة للكتاب ومبينة للكتاب، هتقولي لا، ما هو السنة دي كلها اخبار احاد، فقد تصدق وقد تكذب. فينكرون الايه؟ فينكرون السنة، لان السنة صعبة. السنة عند من يريد أن ينكر المعجزات صعبة، تلزمه إلزام لا يستطيع الفكاك منه. وعند من يريد أيضا الخروج من الدين صعبة، إنها واضحة صريحة مفصلة شارحة. فلذلك الطعن في الدين يبدأ فين؟ طعن في السنة. فمنكر المعجزات كما يفرقون بين الكتاب والسنة، فيعولون على الكتاب ولا يعولون على السنة توسلا إلى إنكار أحاديث المعجزات النبوية محمد صلى الله عليه وسلم. يفرقون أيضا بين لفظ الكتاب ومعناه، فيتمسكون بمعناه ويحضرون لفظه، ويتمسكون بلفظه ويحضرون معناه على حسب ما يقتضي به هوى التجديد العصري المتكلم. يعني إيه بقى يتمسكون بمعناه ويحضرون لفظه والعكس؟ يتمسكون بمعناه ويخزون لفظه لما يقولوا انه اعجازه مش بياني وانه اعجازه تشريعي فقط. طيب يتمسكون بلفظه ويخذلون معناه لما يبقى تبديل شرائع القرآن عندهم عادي،
ولما الدول تستبدل شرائع القرآن بشرائع وضعية وما يتكلموش، فيبقى هم كده ايه تمسكوا بماذا؟ بلفظ القرآن، ترى القرآن والله بيطبع والناس بتقراه وبتحفظه خلاص، فهم كده كأنهم تمسكوا باللفظ وخذلوا ماذا؟ المعنى، وخذلوا المعنى. تمام كده؟ على حسب ما يقتضي به أو ما يقضي به هوى التجديد العصري المتسكع. بس هو بيقول لك إنه لم يتحد أحدا ببلاغته. لم يتحدى أحد الناس. نعم القرآن لم يتحدى، يعني القرآن ما قالش صراحة أنا أتحدى الناس بالبلاغة، القرآن ما قالش كده، لكن القرآن قال إيه؟ قل فأتوا بسورة من مثله. لكن علماء البلاغة لما اتكلموا قالوا إيه بالضبط المتحدى به، وأجمعوا على إنه المتحدى به مثله في ماذا؟ في النظم مش في التشريعات. تمام كده؟ فهو قال انه لم يتحدى احد بلغته، انما تحدى الانس وهو بيتكلم عن القران. وبرضه الكلام ده فيه تدليس، يعني لما يقول لم يتحدى احد بلغته، ما انت كانك كده عايز القران ينص على كل حاجه، القران مش هينص على كل حاجه، يعني انت عايز القران يقول انا اتحداكم ان تاتوا بمثله في النظم او في البلاغه مثلا. هل القرآن لازم يقول كده عشان حضرتك تقول ان القرآن تحداهم بكده؟ وفي نفس الوقت لما تيجي تنسيكوا في دي يقول لك ما هو القرآن ما قالش كده. نعم القرآن لم يقل ذلك، ولا يشترط ان يقول ذلك اصلا. تمام كده؟ فهو ايه؟ يعني اخطأ العبارة. بيترجم معناه. لكن القرآن لا المعنى اللي حاجة فيه دوت هو مش موجود عندنا في الكتاب. هو هنا بيقول لك ايه؟ التي دفاعا عن فتنة ترجمة القرآن المثارة في تركيا المنقلبة قائل انه لم يتحدى احدا ببلاغته. يفهم من هذا انه طبعا مسألة ترجمة القرآن كان فيه اراء فيها انه هل هذا المترجم هو عين القرآن ولا هو معنى القرآن؟ العلماء كلهم قالوا أو غالبهم قالوا إنه الذي ينبغي أن يترجم هو معنى القرآن، لأن القرآن نفسه لا يمكن ترجمته. لماذا؟ إن لفظه معجز، إن لفظه معجز. ثم الكلام اللي يفهم هنا محمد فريد وجدي إنه كان من الفريق الذي يرى إنه يمكن ترجمة اللفظ، نعم يمكن ترجمة اللفظ لأنه لم يتحدى أو لم يتحدى الله ببلاغته. هو قرآن، لكن لاحظي برضو أن كلامه كلام مفكرين. يعني إيه كلام مفكرين وصحفيين؟ يعني ممكن يطرح فكرة دون أن يتبناها أو دون أن ينفذها. يعني هو الجماعة دول طبيعتهم أن هو بيطرحوا أسئلة ويثيروا قضايا دون أن يكونوا بالضرورة بيتبنوها. الصحافة بتعمل كده إثارة. ده صحيح، ده صحيح. يعني القرآن المترجم لا يتعبد به. نعم ماشي. وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير الموقف الشكر من كتاب مصر وعلى هذه الجلد إذا معجزة القرآن خصوصا من معجزات الأنبياء عموما فالنبوة لا تزيد على مرتبة العبقرية وهي ليست بمرتبة النبوة المعروفة في الإسلام وفي سائر الأديان. يعني في النبوة دي مرتبة محترمة جدا، محدش يجي جنبها، محدش يخدشها، محدش كمان يشبهها بحاجة. ده فهم الشيخ مصطفى صبري، هو فهم سائر علماء المسلمين كويس. فالنبوة مرتبة لا تدانيها، لا تماثلها مرتبة أصلا. بس كده
هو الشيخ يرى ان كونك تشبهها بالعبقريه ولا بالعظمه ولا باللي ولا باللي، انت كده ايه كانه ايمانك بالنبوه قل او اصبح فيه دي كلام. فلا دافع شيء. كما ان النبي الذي عرفه الشيخ محمد عبده بانسان فكر على الحق علما وعملا بحيث لا يعلم الا حقا ولا يعمل الا حقا على مقتضى الحكمه. هو ده كلام برضو، يعني كلام، ما هو التيار ده هو كده، طريقهم كده، كلام يحتمل، كلام مش مدقق، يعني كلام لا يسير على سنن العلماء في التعبير. يعني انت لما تقول انسان فطر، يعني ايه؟ النبوة مكتسبة؟ النبوة مكتسبة يعني هو كده لوحده من غير وحي؟ لكن هو هنا ممكن لو سألك الشيخ محمد عبده وقرر فيه يقول لك انا اقصد ان النبي بطبيعته وبمقتضى عصمته لا يستطيع تنفيذ او لا يستطيع الا تنفيذ الامر الالهي، فهو كامل في العلم والعمل. تشوفوا اللفظ فطر تحتمل ايه؟ انه ما فيش وحي، وفطر تحتمل انه مؤهل للوحي. لذلك مؤاخذات الشيخ مصطفى صبري على التيار دوت مؤاخذات واحد خبير، يعني هذا الكلام لو ما عملهوش، لو المؤاخذات دي لو ما عملهاش الشيخ مصطفى صبري وتركت، هتبص تلاقي في ناس بتيجي تجاوب. يعني احنا ممكن نقبل هذا من الشيخ محمد عبد، لكن هيجي لك واحد مش مؤمن بنبوات يقول لك اهو الشيخ محمد عبد بيقول فطرة، ويجي بقى يروح اعمل لك حاشية على فطرة دي ويفسرها بالتفسير الذي يقول الى انكار النبوات. عشان كده اخوانا كلام العلماء كلام المفروض يوزن بميزان الذهب. كان مشايخنا بيقولولنا اذا كتبت كلام اكتب كلاما لا تستطيع ان تحذف منه كلمة، يعني مفيش عبارة زايدة، مفيش حاجة يمكن استغنى عنها، مفيش تكرار في المعنى، يعني بيحاولوا يعودون على كده، واحنا الله اعلم عرفنا ولا ما عرفناش، بس هو اسلوبهم كده، تربوا على كده. تيجي انت بقى تكتب لي باسلوب صحفي يحتمل العلماء يشعروا بالخطر على طول. ليه؟ لان حضرتك اذا كنت تدري المعنى الصحيح فغيرك لا يدري هذا، وربما يقول انك تؤمن بهذا المعنى غير الصحيح. يفهم منها هذا وذاك بغض النظر عن معنى فطرة في اللغة العربية، يعني الإنسان المفطور على شيء هو المجبول عليه، فهو نبي من قبل النبوة. ما أشارش هو لحتة التغير الحاصلة بالوحي، يعني إنسان فطر على الحق علما وعملا بحيث لا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقا على مقتضى الحكمة. حكمة عن الفلسفة، أقول على مقتضى إيه؟ الحكمة هنا معناها وضع الشيء في موضعه. فهو ما أشارش هنا في التعريف لأي تدخل خارجي. فين الوحي؟ فين كلام الله؟ فين اصطفاء الله؟ ما أعرفش حاجة خالص. معنى كده إن إحنا ممكن نجيب واحد زي بوذا، هذا الرجل الذي يعظمه تقريبا 2 مليار بني آدم دلوقتي، أكثر من المسلمين أو زيهم في العدد، البوذيين في العالم زي المسلمين في العدد، مش كده؟ هتقول لي والله بوذا دوت إنسان فطر على الحق وعنده عبارات جميلة والناس كلها بتحبه وتماثيله من الذهب وبنشعر بالسلام لما كده، فهو إذن هو نبي، مع أنه ما ادعاش النبوة خالص في أي يوم من الأيام ولا أثر عنه أنه نبي أصلا. فشوفوا الكلام يلخبط، مش كلام علماء. الشيخ مصطفى صبري كان يرى هذا، لذلك هو في انتقاده عنده حق واحنا معاه في هذه الانتقادات، لكن احنا ايضا هنلجم لجام الانتقاد وهندع للشيخ محمد عبده فرصة
أو هنعتبر فيه أنه رجل مسلم يريد أن يقرب الإسلام إلى المفكرين والمثقفين وذوي العقول وكذا، عشان ما نخرجهوش من الدين، لأنه معنى الكلام هنا إيه؟ أتخرج إيه؟ هم بيقولوا المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب. يعني ايه المعاصرة حجاب؟ يعني لو في طيارين فكريين مختلفين في كيفية معالجة كارثة موجودة، كارثة الإلحاد والتغريب مثلا في مصر، مش هيبقى كل واحد منهم شايف جهود الطرف التاني، لأن كل واحد منهم خد خط وماشي فيه. مين اللي يقدر يقيم أيهما كان أنجع في معالجة دوت؟ الناس اللي تيجي بعد كده. عشان كده قالوا برضو علماء الحديث إنه لا يقبل قدح الأقران بعضهم في بعض. فالمعاصرة حجة. ممكن كان بيقرأوا هذا الكلام لكن يقول لك لا إحنا ما نقصدش هذا، احنا شوفوا الصحف بتاعتنا منتشرة والناس بترجع للدين وبتقرب تتقرب وبتفهم الدين وبنعقل من الدين علشان الناس متخربش من الدين. وتاني هو خد خط ومشي فيه، هو بياخد خط ومشي فيه للنهاية في العادة يعني. طيب صدقني الى اخره ليس بالنبي المعروف نبوتي مقضي عليه مقضي عليها عند أصحاب القول الثالث في مصر الحديثة من الكتاب والعلماء منحلة في بوتقة التأويل. وقد عرفت وقد عرفت طيب. تعريف النبي إيه بقى عند علماءنا؟ يعني ده التعريف اللي جابه الشيخ محمد عبده. العلماء في علم التوحيد بيعرفوا النبي بإيه؟ يقولوا هو إنسان حر من بني آدم أوحى الله إليه. شوف التعريف عامل ازاي. في عنصر مهم جدا، هو عنصر ايه؟ انه انسان مختار لا يملك من امر نفسه شيئا، اختاره الله اصطفاه واوحى اليه علمه الله، اوحى الله اليه بشريعة اذا امر بتبليغها فهو رسول، اذا لم يؤمر بتبليغها فهو نبي. شوفوا تعريف العلماء منضبط ازاي. هنا الكلام ده بقى هيدخل لك ايه؟ انسان نقول لك هنا ايه؟ فطر على الحق علما وعملا. تعالى كده حياة جفارة لما كان يدافع عن المظلومين، ولما يقول لك ايه؟ ان كل صفعة على خد كل مظلوم كأنها صفعة على خد. ايه الكلام ده؟ ايه العظمة دي؟ وبعدين من غير لدين ولا حاجة، ده هو فطر على الحق اللي هو الدفاع عن المظلومين، فإيه هنقول إنه نبي يعني؟ عشان كلام مش منضبط إزاي؟ عشان كده العلماء اشترطوا في التعاريف شروط يكون جامع مانع حتى لا يدخل الألفاظ، لا تدخل حاجة في غير المعرف ولا تخرج بعض أفراد المعرف، يكون جامع مانع. فهذا في الكلام ده مش كلام علمي، كلام ممكن تقول دعوي، كلام يعني بيقرب الدين للناس، إنه في قدوات من الناس، يعني يقبل في هذا الإطار. إنك عايز تقول للناس إنه أهل الأديان عندهم قدوات، ناس مهمين فصلوا على الحق علما وعملا، لا بيعملوش غير الصح. كلام في إطار الدعوة يقبل، قد يقبل، لكن في إطار العلم الذي يحتاج إلى تعاريف جامعة مانعة كلام فارغ. طيب قد عرفت موقف مسألة الإلهية المسدودة عند أصحاب مجلة الأزهر والرسالة في معترف الشذوذ قبل موقف المجلة. معلش في حاجة هنا قالها هو قبلها، فالنبوة مقضي عليها في مصر حيث لم يكن فكر. مقضي عليها يعني إيه؟ يعني كلامهم يؤول إلى إنكار النبوات. منحلة في بوتقة التأويل يعني إيه بقى؟ يعني إيه منحلة في بوتقة التأويل؟ يعني بيستخدموا التأويل الفاسد غير المنضبط في إنكار النبوات. يعني هو مش هيجي يقول لك أنا أنكر النبوة مباشرة،
ولكن هيؤول هذه النبوة ويفسر المعجزات التي يأتي بها الأنبياء تفسيرات وتأويلات تقول إلى أنه لا معجزة فبالتالي لا نبوة. هو عايز يقول لك أنه إيه ما تبقاش ساذج يعني خد الإيه افهم إزاي الموضوع بيمشي. منحلة في بوتقة التأويل ماشي. وقد عرفت موقفه صدني وقد عرفت موقف مسألة الألوهية المقصودة عند أصحاب مجلة الأجهل والرسالة في معترف الشكوك تقدمات في النبوة. ايه الألوهية المخزولة دي؟ انهم يرفضوا ان الله موجود لانه غير محسوس. ايوه يبقى هو ايه الشيخ هنا شركهم لا ألوهيات ولا نبوات. طيب فالدين لا دي كانت مجلة اخرى ملهاش علاقة بمجلة الازهر. مجلة الازهر حاجة تانية لكن مجلة الرسالة اظن كان بيشرف عليها احمد حسن الزيات مش كده؟ ايه؟ والرافعي كان بيكتب فيها مجلة معروفة يعني لكنها مش تابعة للأزهر. طيب تدين بكلا ركنيه الأساسيين مقذوف به استنابا للأوساط المصحفة المصرية يد العلم الحديث الذي لا يؤمن بغير ما ثبت التجربة الحديثية إلى عالم الأوساط. الشيخ هنا بيشير لأصل فكري هدام وهو ان حضرتك بتصاغر من شأن الدين لما تبقى دايما مستني كلمة العلم في الدين. فانت مستني تشوف العلم هيقول ايه في الموضوع ده فكأنك يعني ايه كده قاعد ذليل غلبان والعلم هو اللي يقضي عليك هل دينك صح ولا غلط. لا الدين الشيخ هنا يرى وهذا هو الصحيح ينبغي أن يكون المعزل عن أحكام العلم عليه. بمعنى أن الدين ينبغي أن يكون مرتفعا سواء ثبت بعض ما يقوله العلم أو خالفه العلم في بعض التقريرات. لأن خد بالك معايا مخالفة العلم للدين ستكون مخالفة فيما لم يثبت بعد علميا وليس كل ما يردده أو يلوكه المشتغلون بالعلوم التجريبية هو علمي بالضرورة. يعني لما يجي واحد زي ستيفن هوكينج وهو راجل بتاع فيزياء يتكلم في الفلسفة وكيف نشأ الكون. كيف نشأ الكون دي حضرتك قضية فلسفية لا علاقة للفيزياء بها من قريب أو بعيد لأن الفيزياء هي كيفية فهم قوانين الطبيعة وشكرا على كده. إزاي الطبيعة دي شغالة بعد أن وجدت دي الفيزياء. هتيجي أنت تقول لي إزاي القوانين دي جات يبقى أنت بتعوق الدنيا وده اللي عمله في كتاب التصميم العظيم. فأنت ما تسيبليش الفيزياء وتدخلي في الفلسفة فكلامك في الفلسفة كلام صبيان صغيرين مش هعتبره أو لا يجب أن نعتبره كلام علمي. ليه؟ لأن حضرتك مشتغل بالعلم. فليس كل قاعدة هنا ليس كل ما يقوله المشتغلون بالعلم هو علمي بالضرورة. ممكن المشتغلون بالعلم يتكلموا كلام ما يقولهوش صبيان صغيرين يبقى في غاية التفاهة. ليه؟ لأنه خارج تخصصاتهم أو خارج ما يقوله العلم. ممكن تلاقي واحد متخصص مثلا في الاقتصاد يجي يبدي آراءه في السياسة تلاقيه يقول لك ده الدكتور مش عارف مين قال إيه يا رب فكده. فهتلاقيه إيه هو نفسه تفكيره محدود جدا في بعض الأمور. والعكس بالعكس ليه متخصص في الدين يجي يتكلم في الاجتماع يعك الدنيا مش شغلته. هو مش كل حاجة بيقولها المشتغلون بالعلوم التجريبية بالضرورة تكون علمية. طيب فإيه فكلام الشيخ هنا أيضا كلام معتبر. فالدين بكلا ركنيه الأساسيين مقذوف به في نظر الأوساط المتفقهة المثقفة المصرية بيد العلم الحديث. يبقى احنا هنا لا ينبغي ان ننتظر رأي الدين رأي العلم في الدين. احنا ديننا ثابت ثبت عندنا عقلا ومش هنستنى بعد كده العلم ماذا يقول. ده موقف متشكك ده موقف الانسان المتشكك. الدين اعلى ولن تجد ابدا مخالفة بين الدين والعلم. المخالفة تكون حيث
يكون تكون المسألة العلمية ظنية لم تثبت بعد، أو يكون النص ظني وأنت تريد أن تجعله قطعيا. لكن مخالفة أو تناقض بين قطع وقطع هذا لا يكون، إن منزل القرآن هو خالق الكون، ولن تجد أبدا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مستحيل. فإما فهمنا للنص في حاجة غلط، إما العلم أو ما يقال عنه أنه علم هو لم يثبت علميا، ما زال طور البحث، والحاجة اللي هي ما زالت قيد البحث ما تقدرش تقول عليها علمية، أو تقول دي نظرية احتمالية. والعلوم الفيزيائية بالذات بعد نظرية الكم أصبحت احتمالية، أو خرجت من الحتمية للاحتمالية. يعني شوفوا علماء الفيزياء بالذات، فيزياء نيوتن وأينشتاين، كان عندهم كده حاجة تشبه الدوغما. يعني إيه؟ العلم يقول كذا، وكان في ثقة بالعلم رهيبة، لحد ما ربنا وقعهم في نظرية الكم، فاكتشفوا إنه العلمي هو الاحتمالي وليس الحتمي، فانقلبت النظريات العلمية رأسا على عقب. طيب، فرق بين مثل الطبقين الحديثتين في غلبة الإلحاد على الديانة، إلا من حيث أن الانقلاب اللاديني تأسس في تركيا جبرا من الحكومة مفاجأة من عهد مصطفى كمال، وفي مصر بنشر ودعاية محسوسة من حملة الأقلام والمحاذاة من الحكومة المرتبطة من الأخرى بمحاذاة من الغرب الذي هو رأس هذه الفتنة المدبرة في المملكتين. فإن ذكرت هذا الفرصة قوم تركيا في عدد الدول المغلوبة في الحرب العالمية الأولى فساومتها بواسطة مصطفى كمال الذي وجدته أنفع أهل لهذه المساومة على الاحتفاظ بها في مقابل التنازل عن الخلافة والتجرد عن الدين والمشي في السياسة الدولية من وراء الدين كأنها مولى العقل مولى العتاقة لها، وتتنت إشارة الإلحاد في مصر، يعني كأنها هي إيه؟ كأنها هي أبو تركيا فبتقرر لها ماذا تفعل. وتتنت إشارة الإلحاد في مصر تحت حماية الجديد من غير ثمن مقابل يذكر. نعم إن تركيا الجديدة أكثر صفقة وأسوأ عاقبة من مصر التي أدركت ما يدمر الإنجليز من البغض العميق نحو المسلمين، هي على فكرة تمشي ما تضمر. ما تضمر؟ هنقول ان الكلام في مجاز بالحذف، ما تضمر أمة الإنجليز التي أدركت ما تضمر الإنجليز من بغض العميق نحو المسلمين فأخذت تقابل البغضاء وتكرهها بكل قوتها البغضاء بالبغضاء وتكرهها بكل قوتها على أن تكف يدها، وتكرهها بكل قوتها على أن تكف يدها عن مصر في حين أن تركيا دخلت في حماية الإنجليز وبقايتها وكفرت بنعمة الله التي كانت لها في بعد عنها حين كانت دولة إسلامية. ولقائل أن يقول تجر الإنجليز على الحرب العظمى في الثانية عن مصر لأنها بلغت مجدها في الابتعاد عن الدين ولم تعد تحتاج إلى شيطان الوصايا، فالإنجليز عدو الإسلام وعدو الدولة البريطانية وصديقة تركيا الجديدة. تسافر باحثة الأساسيات من الأزهرية إلى أوروبا لطلب العلم، فيقول الأستاذ الأكبر المراضي فيما يقول عند توديعهم في محطة القاهرة إن العقول تنظر إلى الأجيال نظرها إلى شيء تاريخي خالي عن الحياة. ويتكرر ذكر العقل والعلم في كلامه منوئا بالدين. وتكتب السياسة الأسبوعية عن أعضاء البعثة المؤلفة، فماذا كان يعني؟ فين بقية الكلام؟ ما انا عارف، يعني انا بقول للشيخ بقول له ليه ما جبتش بقيه الكلام. يعني لما الشيخ المراغي يقول ان العقول تنظر الى الاديان نظرها الى شيء تاريخي خالي عن الحياه، يعني العقول الحديثه مش كل العقول بالضروره. ويتكرر ذكر العقل والعلم في كلامه مناوئا للدين،
لا فهم الشيخ برضو ماشي. ودخل السياسة الأسبوعية عن أعضاء البعثة المؤلفة من الشبان المدربين في الأزهر والأزهر إنهم سيواجهون نهجاً في البحث جديداً، وهو أن يطالب الإنسان ليكون بحثه صحيحاً بأن ينكر كل ما يعرفه وألا يثبت شيئاً إلا إذا قام عليه دليل من التجربة والملاحظة والاستنباط. ثم تقول إن أساس المنهج العلمي صحيح الشك في كل شيء. يعني هو الكلام في حد ذاته هنا انه الباحث يتجرد اثناء البحث كلام في العلم لا غبار عليه، لكن هنا الشيخ ماذا يرى؟ يرى ان ده رجوع الى الوراء. يعني انت كطالب ازهري درست في الازهر، يفترض فيك ان هذه المسائل وردت على عقلك مرات ومرات وشككت فيها او بحثتها مرات ومرات حتى صارت ثابتة عندك، فلا معنى الآن إنك تقول أنا هرجع تاني وأعود وأتجرد وأبحث فيها من أول وجديد، ده رجوع إلى الوراء. ويقول الأستاذ الكبير أحمد أمين ليه في كتابه قصة الفلسفة الحديثة إن قانون التناقض الذي يقول به المنطق الشكلي القديم والذي يقرر أن الشيء يستحيل أن يكون وأن لا يكون في آن واحد يجب عليه الآن أن يزول من أجل حقيقة هيجل العليا التي تنسجم فيها المتناقضات والتي ذهب إلى أن كل شيء يكون موجودا وغير موجود. ده قانون الثالث المرفوع مش كده؟ ده هو إيه؟ ألف، إما أن تكون ألف أو لا ألف، والثالث مرفوع يعني الاحتمال الثالث غير وارد. فألف هذا القلم إما أن يكون أبيض أو لا أبيض، هل لهم ثالث؟ هل همش ثالث؟ فالثالث مرفوع. فالنقيضان اللي هو أبيض ولا أبيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان فما ينفعش نقول أبيض ولا أبيض في نفس الوقت، ولا يرتفعان فما ينفعش نقول إن هو لا أبيض ولا لا أبيض في نفس الوقت، يعني هو واحد من الاثنين بالضرورة. بس كده ده قانون عقلي، ده قانون عقلي مفروغ منه من قوانين الفكر الأساسية التي يولد بها كل إنسان. خلاص كده. أحمد أمين طبعا فلسفة هيجل هي فلسفة الديالكتيك. ايه الديالكتيك؟ ان الشيء ونقيضه يولد شيئا اخر، الشيء ونقيضه يولد شيء ايه؟ شيء ثالث. فاذا الشيء ونقيضه اجتمع. طبعا احمد امين لا فهم حديث العلماء عن التناقض ولا فهم فلسفة هيجل، لأنه لما يقول هنا المتناقضات بالمعنى الفلسفي أو بالمعنى المنطقي فلها معنى محدد المتناقضات، الأمرين اللي متماثلين في الزمان وفي المكان وفي الأحوال وفي سائر الأعراض دولة اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن إذا انفكت الجهة جهة من الجهات دي كلها فلا تعارض. فهتبقى تقول لي أنا موجود ولا موجود، أنا موجود من اليوم ولا موجود الأسبوع اللي فات فلا تناقض. ليه؟ لأن انفكت الجهة، الزمان اختلف فلا تناقض. فالتناقض بما هو تناقض له معنى معلوم عند أهل المنطق وهو معنى ثابت مقرر عند العقول السليمة. هيجل ما كانش بيتكلم عن هذا المعنى، هيجل ما كانش بيتكلم عن هذا المعنى، هيجل كان بيتكلم عن التناقض بمعنى التناقض الفلسفي، ولكن بيتكلم عن المتضادات وليس المتناقضات. فهو يقول لك ايه؟ انه مثلا زي ما احنا بنعمل في الالوان مثلا الاصفر والاخضر يعملوا ازرق، فدول ايه؟ دول متضادين وليسوا متناقضين. احنا ما قلناش ابيض ولا ابيض، احنا قلنا ابيض واصفر، ابيض فيعمل لي لون ثالث. وهيجل ما كانش بيتكلم كمان عن المسائل الفلسفيه دي، وانما كان بيتحدث عن الصراع الطبقي. يقول لك انت اعمل صراع بين الناس والفكرة الصحيحة هي التي ستبقى. انت ايه؟ خلي الناس كده يتناقشوا مع بعض في اراء مختلفة، الاغنياء والفقراء يقعدوا ياكلوا في بعض كده
وبعدين انت في الاخر هتطلع فلسفة يسير بها المجتمع ترضي الفقراء والاغنياء. فهو كان بيتكلم لا كان بيتكلم عن التناقض الفلسفي، وانما كان يقصد معنى اجتماعي والله اعلم، وهو فكرة الصراع التي تولد المعنى الصحيح. وفلسفة هيجل من هذه الزاوية فيها شيء من الصحة، فيها شيء من اللي هو فكرة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني في واحد صالح، لو سلم لهذا الصالح وكل الناس اتبعوه ممكن يدعي الألوهية، لكن طول ما حد بيشكك في صلاحه هيفضل ايه؟ لا، عشان ما حد يشكك فيه، فيبقى هو احرص الناس على ما يخرجش عن الشرع قيد انمله. فاذا ايه؟ ارادة الهية ان يكون ايه؟ في كده وفي كده، فده التدافع، قانون التدافع. ولولا دفع الله الناس، فبهذا المعنى اذا اعتبرنا ده تضاد يعني او ده تناقض، بهذا المعنى كلامه صحيح. طيب، فاذا انا يعني ايه، اظن ان احمد امين لا فهم كلام نيجل ولا فهم كلمة التناقض كما هي عند اهل المنطق. ما هو هيجي يقول لا لسه، هيجي يقول، هو عايز يقول هنا انه المنهج العلمي بيهدم. فانت الان بتتكلم عن حاجة من المسلمات، وانه زي قضية النقيضان لا يجتمعان، عندي حاجة مسلمة علمية، فاذا انت لما تهدم هذه المسلمات العلمية كأنك تهدم كل العلوم الاسلامية، وتجعل زاد على الناس شكاك عندهم شيلين مش مسكين في حاجة، وده خطير. طيب، وهل الأستاذ يكتب في مجلة الثقافة التي هي مجلة لجنة التأليف والنشر؟ إن علماء التوحيد لم ينجحوا في مهمتهم، كما أن الأستاذ فريد وفي بيت رئيس تحرير مجلة الأزهر ينادي بالطعن في علم هؤلاء العلماء المسمى بعلم الكلام. طيب، نقرأ الهامش. يقول إن علم التوحيد برهان لمن يعتقد لا لمن لا يعتقد، ويشكر شيخنا بدون مع ولاتائه من العلماء المشركين على كلام احمد امين يدل على انه مش عارف حاجه اسمها علم كلام اصلا. يعني احمد امين عنده تخبيطات كتير جدا في كتبه، وهو في كتبه سبحان الله العظيم هتلاقيه بيعلي من شان الفيلسوف على المتكلم، يقول لك الفيلسوف ده انسان حر في التفكير، اما المتكلم فهو كالمحامي الذي يدافع عن قضيه معينه. الفيلسوف ده زي القاضي الذي ايه، ينظر الى كل الاراء ويختار من بينها ما يتوافق مع عقله الحر. كلام في ظاهره جميل، لكنه كلام يدل على عدم فهم قضية العلاقة بين الفلسفة وعلم الكلام. هؤلاء المتكلمون قبل ان يكونوا متكلمين كانوا فلاسفة، يعني هو القاضي بعد ما بعقله الحر ينظر في كل الآراء هل سيظل محايدا ولا لابد أنه يختار حاجة هو اقتنع بها وسيدافع عنها بعد ذلك، سيدافع عنها بعد ذلك. فإذا أيهما أعلى، المتكلم ولا الفيلسوف؟ المتكلم كان فيلسوفا قبل ذلك، أو كان يختار من الآراء قبل ذلك ثم اقتنع بواحد منها فصار يدافع عنه. هو كلامه إعلاء من شأن من؟ فيلسوف. طيب، فهو كلامه أيضا عن علم الكلام هنا يدل على أنه مش عارف إيه هي وظيفة علم الكلام. علم الكلام يا أخواننا أسس بالأصل مش لإقناع المؤمنين، لأن المؤمنين عندهم القرآن. علم الكلام هو علم إيراد الحجج ونفي الشبه عن العقائد. فأنت عندك عقائد يؤمن بها أهل الإسلام، هيجي ناس يعترضوا على هذه العقائد بالعقل، فأنت كمتكلم هتقف حائط صد وتدافع عن هذا بالعقل. فعلم الكلام أسس لا للمؤمنين ولكن للمتشككين وغير المؤمنين، دي وظيفته. عشان كده هتلاقي العلماء فرقوا بين العقيدة وعلم الكلام، فقالوا العقيدة هي العقائد الموجودة والمسائل الموجودة في القرآن والسنة التي ينبغي أن يؤمن بها كل مسلم. علم الكلام هو علم الدفاع عن هذه العقائد. علم الكلام وظيفته أصلا علم دفاعي، يدافع ضد مين؟ ضد المسلمين المؤمنين؟ لا، ضد من يشكك أو ضد غير المؤمن. هو كلامه لما يقولك أنه علم التوحيد برهان لمن يعتقد،
ده واحد مش فاهم يعني ايه علم الكلام ولا مر عليه علم الكلام. نقول ان علم التوحيد لمن يعتقد لا لمن لا يعتقد، ويذكر حكايه نابليون مع جلسائه من العلماء المفسدين على سفينه في ليله وديعه، فقال لهم: انظروا ايها الرفاق ما ابدع هذه النجوم وما اجملها، فمن ابدعها؟ قال ملحد: نحن لا نسال هذا السؤال، وما يدور في ذهنك لا يدور في اذهاننا، انما نسال نحن كيف تطور هذا العالم وكيف وصل الى ما نرى الى ما نرى. ان برهانك ايها الامبراطور دليل جميل لك، وكان هذا الجواب الذي لنا كلام عليه في محل اخر من هذا الكتاب افهم نابليون في دعم مجله الثقافه. وكان هذا الجواب الذي لنا كلام عليه في محل اخر من هذا الكتاب افهم نابليون في زعم مجله الثقافه. ماشي. كما ان الاستاذ فريد هل علماء التوحيد لم ينجحوا في مهمتهم يا جماعه؟ يعني لما يقول احمد امين الكلام ده، هل علماء التوحيد لم ينجحوا في مهمتهم؟ هذا الكلام فيه تجني كبير جدا على علماء الكلام. هضرب لكم مثال واحد فقط بمصر. مصر دخلها الاسلام سنه 21 هجريه تقريبا، خلاص كده. اهل مصر كانوا ما بين مسيحيين وملحدين او وثنيين ويهود وغيرهم. الاسلام لما دخل مصر كان عدد المصريين تقريبا 7 مليون. الجيش العربي اللي جه فتح مصر كان تقريبا عدده 12 ألف. لما دخل الجيش الاسلامي مصر لم يسلم كل اهل مصر، وإنما استلم العرب الحكم وحكموا المصريين بعد ما كان الرومان هم اللي بيحكموا المصريين. فهو إيه اللي حصل؟ المصريين زي ما هم، الملحد ملحد، المسيحي مسيحي، الوثني وثني. اتغير الحاكم. الفرق بين الحاكم الجديد والحاكم القديم، الحاكم الجديد عادل، خلى المصريين المسيحيين أحرار في عبادتهم. ايه الفرق بين دوت والحاكم القديم؟ الحاكم الجديد مسلم، يعني عنده حاجه اسمها اهل الكتاب ينبغي عدم اكراههم على الدين. الحاكم القديم كان مسيحي روماني، يعني عنده مذهب مسيحي مختلف عن مذهب المصريين المسيحي، فكان بيضطهد المسيحيين المصريين. فكان الحكم العربي بالنسبه للمصريين ارحم واعدل. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حكم مصر معروفه حكايه ندائه في الصحراء على الاب اليمين، اللي كان مختفي 15 سنة في الصحراء مش عايز يظهر لأن الرومان بيضطهدوه وأتباعه. فظهر بعد الحكم العربي وسيدنا عمرو بن العاص أكرمه وخلاه يقيم في الدير ولا قال له اسلم بالعافية ولا كلام من ده. فكل اللي حصل بعد الفتح العربي إيه؟ أو الفتح الإسلامي إيه؟ إن الحاكم اتغير. المصريين فضلوا زي ما هم. إيه اللي اتغير تاني بعد الحاكم؟ إنه صار في حرية في الدعوة. فجي الصحابة يعلموا الناس لمن أراد من غير إكراه. ظل المصريين يتحولون من المسيحية والوثنية إلى الإسلام شيئا فشيئا، وظل المسلمين في مصر أقلية لمدة 300 سنة. 300 سنة المسلمين عددهم أقل من 50%. أول مرة يتحول فيه المصريين المسلمين أكثرية كان تقريبا في القرن الرابع الهجري مع الدولة الفاطمية. ساعتها منحنى الإسلام فضل يصعد في مصر من القرن الرابع حتى يومنا هذا، حتى صارت نسبة المسلمين في مصر تقريبا الآن 94%. 94؟ نسبة المسلمين في مصر 5.5% تقريبا. ف ازاي المصريين تحولوا طول هذه الفترة؟ هل تتصوروا حضراتكم ان الناس اللي دخلوا الاسلام دولت ما كانش عندهم عقول؟ ما كانش عندهم اسئلة؟ ما كانش عندهم شكوك في نبوة النبي؟ ما كانش عندهم ايمان للمسيحية؟ ما كانش عندهم انه هذا الكون ليه لازم يكون فيه اله؟ ما احنا كده كويسين؟ وتتصوروا حضراتكم ازاي الناس دولت تحولوا الاسلام شوية بشوية؟ هل بمجرد تعالى ابقى مسلم خلاص ابقى مسلم؟ لا، كانوا اصحاب عقول وعارفين ان الاسلام معناه التزام ومعناه صلاه ومعناه حجاب ومعناه زكاه ومعناه يعني التزامات. فانا عشان اسلم واخد الخطوه ديت لازم اتاكد الاول.
مين بقى اللي قام بالدور دوت؟ واحد زي الإمام الطحاوي والناس اللي قبله، مؤلف العقيدة الطحاوية المتوفى سنة 324 من الهجرة. مين اللي قام بهذا الدور غير علماء التفسير والحديث والكلام والفقه وغيرهم وغيرهم اللي كانوا بيعرضوا على الناس شرائع الإسلام بصورة معقولة؟ محدش غيرهم كان عمل كده. انت حضرتك جرب نفسك كده مع اي واحد اجنبي، ازاي هتكلمه عن الدين؟ لابد ان حضرتك تستخدم العقل، مش كده ولا ايه؟ تقول والله الاسلام جميل عشان فيه كذا كذا كذا، ده علم كلام. لما تيجي تعرض انت كده شرائعك او عقائدك بحجج عقلية هو ده علم الكلام، لكن كلام المتكلمين مرتب منمق نتيجة بحث ويتعلم ويخاطب كبار العقول وكده. واحد زي الإمام ابن منصور لما تريد المتوفى سنة 333 الذي نشأ وولد في منطقة فيها كل حاجة أنت تتخيلها، فيها الثانوية القائلين بالنور والظلمة أو إلهين، إله للخير وإله للشر، فيها الملحدين، فيها المشبهة، فيها الدهرية، فيها كل حاجة، وكل الناس دولت كان بينقشهم الراجل في تفسيره. فكيف انتشر الإسلام؟ الفتح الإسلامي كان بيهيئ الأجواء للدعوة، وكان رأس الحرب في الدعوة إلى الإسلام أهل الكلام، علماء الكلام. فإزاي نقول إنه علم الكلام فشل؟ إيه؟ موضوع إيه؟ حتى اتناقشت مع حد يعني مش اتناقشت فرد عليا ان انا مش قلنا ان هو عائله فيها غاز مسلم في الكيل كان مسلمين اصلا من الكلام ده في مصر من فرع من فكره طيب واحد بيقول لا اسلام بشر بشر اكراه بدليل ان مثلا مونا عظمه بقى قليل ده مونا عظمه بقى قليل عشان كده بطل حجاب في الابتنان لغايه ما الاحمين يتبري وعظمنا يبان ازرق عشان كده سموه هكذا. يعني انا بنزلهم من ما أعرف يعني هل هذا الكلام ثابت تاريخيا، وهل هذا الكلام كان بتوجيه من الدولة؟ ده احنا اللي نعرفه، اللي نعرفه ان سيدنا عمرو بن العاص جاله امر من سيدنا عمر الخطاب انه يرفع الجزية عما لا يستطيع ان يدفع الجزية، لان هم برضو بيقولوا انه ايه المسلمين اللي اسلموا المصريين اللي هم اسلموا دولة الغلابة هم الفقراء، فقراء فقراء مصر، احنا بقى اسياد البلد اللي مرضناش نسلم، احنا كان معانا فلوس ندفع الجزية. كلام فارغ، كلام فارغ. فاللي يقول حاجة يثبتها. طيب كما أن الأستاذ فريد الوحيد ليه فريد تقليل مجلة الأزهر بناني بفعل تعني هؤلاء العلماء المسمى بعلم الكلام ويقول أسود الأكبر المراضي ليس علم الفقه علم الدين وتنقل الأفراد. يعني إيه ليس علم الفقه علم الدين؟ يعني الكلام اللي حضراتكم تسمعوه دلوقتي من سعد الهلالي، وسعد الهلالي ابن المدرسة دي، الفقه مش الدين. واحد صاحبنا تشربش من عنده عصير. فالفقه مش هو الدين، الفقه مش هو الدين. يعني ايه تقصد ايه عن الشيخ؟ يعني كلام الشافعي مش هو الدين، يعني كلام ابو حنيفة مش هو الدين، يعني كلام المشايخ مش هو الدين. امال ايه هو الدين؟ الدين قال الله وقال الرسول، جميل قوي. طب الناس دولت ايه؟ كانوا عايزين يحرفوا الدين ولا ارادوا فهم الدين وفق قواعد الفهم؟ ارادوا فهم الدين وفق قواعد الفهم. طيب حضرتك هل تقدر تفهم الدين وفق قواعد الفهم زيهم؟ لا ما اقدرش، ما عنديش الادوات. اذا انت مطالب شرعا بانك اللي ما يفهمش يسال اللي يفهم، اللي ما يعرفش يسال اللي يعرف، اللي ما يعرفش يصلح عربيته ويروح لميكانيكي. سهله جدا، قانون إنساني بشري. ليه نطبقه في حياتنا وننكره في الدين؟ هو الدين كده. فما يقوله الشافعي بالنسبة للعام هو الدين، ما يقوله أبو حنيفة هو الدين، ما يقوله أحمد بن حنبل هو الدين، ما يقوله مالك هو الدين. أي نعم في اجتهادات بشرية، نعم الفقه في اجتهادات بشرية، لكن اجتهاد أهل الاجتهاد دين، لأن ربنا هو اللي قال لهم اجتهدوا. ربنا ما كانش عايز اجتهاد، ما كان جاب كل حاجة بالتفصيل ونزل لنا كتاب 15 مجلد فيه كل حاجة بالتفصيل
لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يكون القرآن مجمل في بعض الآيات ويأتي تفصيله في السنة، وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مراده في مواقع وحوادث مختلفة عشان يجي العلماء يطلبوا العلم ويجمعوا بين هذه الآيات وهذه الأحاديث ويستنبطوا منها بعد طلبهم للغة العربية وغيره بعد ما يستكملوا الأدوات. فربنا أراد كده أن يكون الأمة فيها مجتهدين، وهؤلاء المجتهدين يكونوا هم أهل الدين الذين يسألون عن مراد الله في الحوادث المختلفة فيرجعون الحوادث المختلفة إلى أصولها في القرآن والسنة، فعملهم غير خارج عن الدين إلا إذا كنت حضرتك عايز أو تقصد بالدين إن أنت كل حاجة ينبغي أن يأتي فيها نص. يعني نقول لك لما يجي أبو حنيفة يقول الحشيش حرام طب ده مش الدين، إن الإسلام قال الخمرة بس هي اللي حرام، الحشيش حرام ده مش من الدين، فأنت عايز آية أو حديث يقول الحشيش حرام، وعايز آية أو حديث إذا ظهر نوع تاني بعد كده من المخدرات البنجو حرام، فأنت عايز آية أو حديث يقول البنجو حرام، وإذا الناس سموا الحاجات دي تسمية ثالثة فأنت عايز آية أو حديث سميها تسمية ثالثة، فأنت عايز كده كتاب مفتوح. القرآن كده مش كتاب نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى في زمن معين تنزيله، لا أنت عايز كده إيه، كتاب كل شيء فيه أبديت 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 أبديت. والله لم يرد ذلك. العلماء ماذا يفعلون؟ كل ما يفعلونه أنهم بيحاولوا استنباط من أحكام القرآن بشروط معينة عن طريق إعمال العلة، فما اشترك في العلة أخذ نفس الحكم. مين هيعرف كده؟ هم اللي درسين، فكلامهم هو الدين. كلام يعني عجيب بصراحة، والكلام دوت جرأ الناس على كتب الفقه، فظهرت طائفتان من الناس، طائفة ان احنا نأخذه من حيث أخذوا، نأخذه من حيث أخذوا، يعني الإمام الشافعي وابو حنيفة كتر خيرهم قوي، لكن دول رجال واحنا رجال، فاحنا نروح على طول القرآن والسنة، افتح صحيح البخاري واستنبط الأحكام بنفسك. وطائفة تانية قالت لك الفقهاء دول بشر زينا، فاحنا نفهم الدين وفق عصرنا، فهم فهموا الإسلام وفق عصورهم، احنا بقى نفهم الدين وفق عصرنا، فجعلوا العصر أصلا والنصوص فرعا، فأي حاجة تخالف العصر تبقى مش من الدين، أو تخالف عقولهم تبقى مش من الدين، ولا ده صح ولا ده صح. الدين علشان الواحد يفهمه لازم يستكمل أدواته، هتتكلم إنجليزي ببساطة هتروح تاخد كورسات في الإنجليزي، عايز تفهم القرآن ببساطة هتتعلم اللغة العربية إن نزل لسان عربي مبين، عايز تعرف فهم الآيات لازم حضرتك تدرس بلاغة، عايز حضرتك تعرف تفاصيل الآيات لازم تدرس السنة، عايز تعرف ازاي تجمع بين النصوص المختلفة يبقى لازم تدرس اصول فقه، وهكذا. فاستكملت الادوات خش يلا استنبط ومارس العمليات الجراحية لوحدك، لكن طول ما انت لسه طالب في تانية اعدادي لا يكفيك انك يبقى نفسك انك تدخل طب، فنعتبرك طبيب لان حضرتك نفسك تدخل كلية الطب، مش هنعتبرك طبيب اللي اذا تخرجت من كلية الطب والاساتذة اجازوك بممارسة الطب، غير كده يبقى انت هنسجنك على طول او هتستجن على طول. طيب فايه، فكلام ليس علم الفقه من الدين ده كلام يعني ايه، كلام عجيب. يلا نخلص الفقرة ديت علشان نتوكل. أنه قال تصديقا لقول رئيس اللجنة علي علي باباشا وزير المعارف السابق إلى مذاهب الأئمة المجتهدين مبنية على الواقع، في الواقع على السياسة. كلام فارغ، يعني إيه مبنية على السياسة؟ مذاهب المجتهدين هل هي مبنية على السياسة؟ يعني كان الإمام الشافعي بيشوف الدولة العباسية عايزة إيه فيقول أراء؟ ده الثابت تاريخيا الإمام الشافعي ضرب ضرب في الدولة العباسية، الإمام مالك جلد في الدولة العباسية، يا أبو حنيفة كان هربان، كان هربان لأنه كان بيؤيد ثورة محمد النفس الذكية ضد الدولة العباسية، ويا أبو حنيفة
ان هو حنيفة. فدولت ناس كانوا عشان السياسة. هو انا سألت حد كان في حد بيتكلم في الموضوع ده وقت معايا، هي فكرة الواقع مبنية في الواقع على السياسة، مش فكرة الرأي الاثنين اللي هم خرجوا بيه بيرجعوها انه الحديث النبوية بالذات اللي هم اعتمدوها وعلى اساسها بنوا ارائهم الفقهية. الحديث دي تبقى مخصوص يعني بتظهر في اماكن في الدولة وتنتهي في اماكن ثانية على اساس السياسة، يعني في العراق مثلا بيتم حذف حديث معينة، في مصر بيتم حذف حديث ممكن السياسة تفضح يعني مش كل الاصول الدين كانت تديهم، فنتج عندها قصور في الفهم في الفقه اللي خارج منه يعني او في العلم. اذا تصور هذا عند العوام فده لا يتصور عند العلماء. يعني نعم السياسة تدخلت في انه لا تذكر فضائل علي في الشام، انه الشام كانوا امويين، ولا تذكر فضائل معاوية في العراق انهم كانوا مناصرين لسيدنا علي. اذا كان ده حال الشام والعراق فحال الامة ما كانش كده، واذا كان ده حال الشام والعراق على مستوى العوام فالعلماء ما كانوش كده، لانه كان الامام النسائي قاعد في الشام ولما لقى الموضوع ده موجود قال طب والله لا احد فضائل عز لحد ما قتلوه. فهو اهل العلم كان عندهم العلم كامل، لا يتوقع ابدا العلماء كلهم يبيعوا دينهم لهذه الدرجه لاجل السياسه. اللي حاصل هو ايه؟ الكلمه دي فيها ظلال شيعيه، يعني اللي بيرددها غالبا الشيعة ان السياسة هي التي نشرت مذهب اهل السنة، عشان لما تيجي كده تقول لهم انتوا يا جماعة يعني تقولوا ان انتوا اهل الحق ومش عارف ايه، ليه ما شفناش كده الامة اتبعت مذهبكم طالما انتوا اهل الحق وانتوا يعني ادلتكم قوية كده؟ يقول لك السياسة صلاح الدين قفل الازهر اللي كان شيعي مش عارف يقعدوا يسيبوا لك بعض الوقائع التاريخية. المقولة دي بيرددها غالبا الشيعة، ويرددها ايضا بعض المثقفين اللي مش مطلعين جيدا على التاريخ ولا يعرفون كيف تشتهر وتثبت المذاهب عند طلبة العلم ولا عند العلماء. هل حضرتك كطالب علم تتبنى مذهب لان الدولة تتبنى، ولا اللي بيحصل هو العكس ان السياسيين عندما يرون قوة مذهب معين يروحوا مركبين فوقيه يقولوا ايوه ده احنا كده علشان يكسبوا العوام. فهو لولا قوة هذه المذاهب في نفسها، مذهب الشافعي ومذهب الحنفي وكذا، لولا قوتها في نفسها ما تبنتها الدول، مش الدول تبنت المذهب ثم انتشر المذهب، بدليل ان الدولة الفاطمية كانت دولة شيعية وكان بينادى بلعن سيدنا ابو بكر وعمر في الحارات والابواب ويكتب لعن سيدنا ابو بكر وعمر في المساجد، مع ذلك الشعب المصري عمره ما صار شيعيا. كان الخطباء الرسميين يعملوا كده، خطباء الدوله الفاطميه يعملوا كده، والشعب عمره ما تحول ابدا، ما حصلش. فتنه خلق القران، المامون كان معتزلي ومستشاريه كانوا معتزلة وكانوا يجيبوا العلماء عالم ويقرروهم، تعال قول لنا رأيك ايه في المسألة دي حتى وان ما اتكلمش، تعال يجمعوا كده الناس تعال ايه رأيك في الموضوع ده، طب انا رأيي ساكت، لا لازم تقول لنا رأيك. كانوا ايه؟ كانوا يستجيبونهم في فتنة خلق القرآن. فليه المسلمين ما بقوش معتزلة؟ والإمام احمد محنته معروفة، بيعم الشافعي ايضا هرب من هذا واستخدم التعريض عشان لا يعذب، فكانت فتنة. لم يصل المسلمين معتزلة ولم يصل المسلمين شيعة. المذاهب الفقهية كانت مذاهب اهل السنة نفسها، كانت اكثر من 80 او 90 مذهب، راحت فين؟ لم يبقى منها الا القوي الثابت. فالعكس هو الحاصل، هو انه المذهب الرأي العلمي القوي يفرض نفسه. الجماعة السياسيين انتهازيين دايما، فيجي يقول لك ايه يا سلام ده انا ربي لكم دقن، يعني ايه ده انا زيكم ده انا متربي معاكم، فيجي ايه علشان يكسب ايه يكسب اصوات هؤلاء الناس او يكسب تأييد هؤلاء الناس فيركب المذهب ويقول لك ده انا والله كده.
طبعا بعضهم كده انتهادي وبعضهم يؤمن فعلا بالمذهب زي صلاح الدين. صلاح الدين كان متربي على مذهب أهل السنة ودرس في مذاهب أهل السنة، فلذلك لما تولى الحكم نشر مذهب أهل السنة. فاللي بيحدث هو أن المذهب يكون قويا ثم بعد ذلك يأتي دور السياسي، إما أن يبقى انتهادي فيقول لك ده أنا زيكم، أو يبقى مؤمن فعلا فيساعد على نشره وتمهيد الطرق له، تمام كده، أو يخالف فلا يستجاب له زي ما حصل مع المعتزلة في أصول الدين، وزي ما حصل مع الشيعة في مصر مع العوام، والأمثلة كثير. يعني أنت عندك القرن الرابع الهجري، يعني في أكثر من كده. القرن الرابع الهجري يا أخوانا لم يأتي إلا والأمة يحكمها كل الدول كانت شيعية. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ كل الدول اللي حكمت العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري كانت تدعو إلى مناصرة أهل البيت. بعضهم كان زيدي، بعضهم كان إثنى عشري، بعضهم كان إسماعيلي، كله باسم أهل البيت بيحكم العالم الإسلامي. دول متفرقة يعادي بعضها بعضا. ثم راحت فين الدول دي كلها؟ فين الزيدية دلوقتي؟ فين الإثنى عشرية دلوقتي؟ راحوا فين؟ لم يبقى إلى الحق. فكلام غير مدقق. خلينا نخلص الفقرة دي بقى يلا. وفي هذا القول إساءة ظني لأئمة الشريعة الإسلامية مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضوان الله عليهم، أي إساءة؟ يعني واحد منهم كان بيقول مذهبه علشان ياخد له الشيء. وفي أهرام 28 فبراير سنة 1936 قول الأستاذ الأكبر المراغي وفد الشبان العراقيين إن من ينظر في كتب الشريعة الأصلية بعين البصيرة والحلق يجد أنه من غير المعقول أن تضع قانونا أو كتابا أو مبدأ في القرن الثاني من الهجرة ثم يجيء بعد ذلك هذا القانون في 1954 هجري. كلمة حق يوض بها باطل. يعني إن كان يقصد الشيخ ما بني على عرف فكلامه صحيح. يعني إذا كان في حكم فقه معين نبني على عرف معين، فطبعا إذا العرف تغير ينبغي تغيير الحكم، تمام كده. لكن إذا كان يتحدث عما لم يبنى على العرف فكلامه غلط. وحتى لو كان كلامه صح ففيه تجريء لغير المتخصصين على الفقه، بحيث يعتبرون أن كل الفقه كأنه وليد البيئة، وهذا غير صحيح. مش كل الفقه وليد البيئة. نعم في اختلافات نتيجة البيئة. كم مسألة فقهية غيرهم يوم الشافعي؟ الناس اللي يقعد يقول لك ايه ده الإمام الشافعي غير مذهبه. فإذا ايه البيئة أهم حاجة، فأنت شوف المجتمع عايز ايه وتجيب له هو عايزه. كم مسألة بقى إن شاء الله تغيره؟ حد أحصاهم؟ عايزين حضراتكم كده يعني عملنا بحث النهارده كم مساله الامام الشافعي غير رايه فيها. معدودين القديم والجديد. ما احنا هنقول بقى كم مساله تراجع فيها الامام الشافعي نتيجه البيئه. يعني هو يقول لك الامام الشافعي غير مذهبه لان البيئه مختلفه، البيئه المصريه مختلفه. طبعا ده مع تسليم انه اصلا غير لاجل البيئه فقط، مش لاجل وضوح الادله ولا وصول ولا معرفه بادله جديده ولا كذا. يعني هنعتبر هنسلم ان كلامهم صح وهو غير مسلم، هنقول لهم مع ذلك فالمسائل معدوده. لا تصل لدرجه انك تقول ان الفقه كله اتغير كانه جاب مذهب جديد. انك لما تقول المذهب الجديد والقديم يهيئ لك انه ايه مش شايف غير الدين كله. لا، هي مسائل معدوده، مسائل معدودة. فهو إذا كان الحكم مبني على العرف نعم يصح تغييره، إذا كان الحكم غير مبني على العرف فلا يصح تغييره، لأن الفقهاء ما كانوش بيحكموا الأعراف في الكتاب والسنة، وإنما كانوا يحاولون ضبط الأعراف بالكتاب والسنة. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، نأخذ الأسئلة ثم نقوم. تفضل يا فندم. الكتب اللي نبحث فيها كتب تاريخ التشريع،
زي تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضري زي كتاب المذاهب الفقهية للشيخ علي جمعة زي مقدمة كتاب أبو المعالي الجويني نهاية المطلب المقدمة كتبها الدكتور عبد العظيم الديب مجلد كامل أي كتاب بعنوان تاريخ التشريع هتلاقوا جايب المذاهب هتفتحوا على المذهب الشافعي عيشوا معاه ماشي كده أي أسئلة إيه الشيخ مصطفى صبري توفى سنة كام الشيخ مصطفى صبري يا شباب 1954 الشيخ معاصر لا الشيخ مصطفى صبري توفى طيب في أسئلة تاني ده ثابت بسبب دخول الاسلام لما دخل سبيل من الشمال للجنوب ووصل لحد النوبه حصل حكيان وبعد بس انتوا عندكم سيدنا ذوالنون المصري ما هو ده نوبي وده من يعني وده كان من عايش في القرن الثالث الهجري ممكن نقول انتشر يعني ممكن نقول الاسلام انتشر في النوبه لكن ما دخلش يعني ممكن يكون داخل من فتره وبعدين نشطت الدعوه في القرن السادس طيب مع مرور الوقت الدنيا فئت قوي على الناس اشتكوا ان هم لا مش عارفين يدفع الكلام ده كله عفي عنهم الجزء ده من الدنيا ما شفتش في التاريخ ان كتب ان كان في تعديل على مخاطر دخول الاسلام او ان يعني اجبار على ان الدنيا دي نفسها الدفع حتى القتال اللي حصل كان زي بيحصل في اي مكان الاسلام بيدخل المكان يعني دعوي ما فيش قتال بيحصل الا لو حصل قتال من طرف الاخر حضرتك ليكي دور انك تقولي هذا الكلام لانه الان ماسكين في ودان النوبيين ان انتوا اصلا مش عرب ان انتوا اصلا ايه الاسلام ده داخل علينا انه مش عارف انه واحنا مظلومين وكده الاسطوانه المشروخه دي فهو لازم حضرتك تكتبي الكلام دوت والمعلومات دي تحتفظ بيها وتعملها ملف وتنشريها عشان هتحتاجي لها في يوم من الايام هي مكتوبه وثابته وحتى الناس اللي بيقول ان هم نفسهم بيقروا الكتب دي عارفين ان هم طيب تجيب حضرتك جزاكم الله خيرا الكلام ده كان موجود وبيقولوه لكن فينا أبوائنا الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت